والاي دي دي والاعانات والحاجات بقى الحلوه دي كلها. دلوقتي احنا ملاحظين على السوشيال ميديا في ناس كتيره قوي قوي بتطلع فيديوهات وبتطلع معلومات كتيره عن الضرايب وعن الاعانات، ويعني في منها كتير ما بيبقاش مظبوط من الفيديوهات دي، وللاسف ناس كتيره جدا جدا بتجيب معلوماتها من السوشيال ميديا دي. فيا ريت تكلمينا على النقطه دي، عشان للاسف في ناس كتيره بياخدوا المعلومات الغلط دي وبيتصرفوا بطريقه طبعا غلط وبتعمل لهم مشاكل في الاخر، فيا ريت نتكلم على الموضوع ده شويه. وبتعمل لي انا كمان مشاكل على فكره. ده غير المشاكل اللي عندك. انا مشاكل كتير قوي لان انا ما بنامش بالليل، بلاقي الفيديوهات بتجيلي بقى. بصي ايه رايك؟ الحياه استاذه تانية. بقيت يعني هقفل بقى واقعد اتفرج على الفيديوهات بقى. لا هو عندك حق طبعا، وحاجه بصراحه حاجه مؤسفه بامانه، يعني حاجه بتضايقنا. يعني انا طبعا وفي مجموعه كبيره جدا طبعا من المحاسبين الكبار يعني بنتكلم، طبعا بيضايقنا قوي لما نلاقي حد مش فاهم وابو العريف بقى المصري لازم يطلع يقول ويعمل فيديو. واللي بيضايقنا اكتر ان احنا نشوف يعني كم واحد بيعلق وكم واحد مشدود وكم واحد مبسوط. يا جدعان غلط يعني. واحنا في موسم الضرايب، فاحنا مش فاضيين ان احنا نخش نتفرج على فيديوهات. يعني الناس دي اوكي ماشي ممكن تكون فاضيه بقى وعايزه تلفت الانتباه وكده، فبينزلوا يعني معلومات غلط. بينزلوا معلومات، بصي مش غلط، هقول لك حاجه، يعني في مثلا حاجات بتتقال بطريقه غلط. يعني حد دخل شاف حاجه، واو انا هعمل السبق الصحفي واقول، ويقول حاجه غلط خالص. يعني معلومات غلط يعني. بصي في الاخر هو يعني هو 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 يعني مثلا ليتس سي مثلا رقم معين بينزل كل سنه، كل سنه بينزل، اللي معاه طفل بينزل له كذا، اللي معهوش طفل بينزل له كذا، اللي معاه طفل ده من ساعه ما اخترعوا الضرايب اسمه الاي اي تي سي. حد طلع قال خبر جديد، في فلوس جديده نازله للاطفال، وي وي وي. طب يعني لو انت مش فاهم ما تقولش. فلقيت طبعا الدنيا طبعا اتقلبت طبعا فلوس جديده نازله وفلوس كتيره نازله للناس ومش عارف ايه. فحاجه يعني هم بيقولوا يعني بارت رايت صح، حته صغننه قوي صح، بس بيوصلوا المعلومه بحاجه بقى ايه، فلوس جايه. طب فلوس جايه كله هيروح يتفرج طبعا. ويا عيني يعني احنا يعني احنا برضك بنصدق. بس انا واثقه ان هما يعني لو الحد ده، لو الناس اللي بتتكلم دي بتعمل ضرايب، لما يروحوا لهم مش هيدوهم الفلوس دي. يعني هما بيعملوا بس بروباجندا، بيشدوا الناس. في ناس ما بتبقاش فاهمه، يعني يجي حد قرا حاجه على الاي ار اس مش فاهمها، حاجه تزعل قوي لما يكون الحد ده مثلا يكون حد يقول ان هو محاسب مثلا ويقرا حاجه من الاي ار اس ومش فاهمها. ما انت بتعمل للناس دي ازاي؟ حرام. فالناس ابتدت تسمع وبتصدق ناس كتير قوي قوي على السوشيال ميديا، وده مش صح، ده مش صح. انا يعني بالمناسبه دي بقى يا ناس، انا عايزه اقول حاجه، يعني معلش مع احترامي لكل المحاسبين طبعا، بس يعني انا عايزه اقول حاجه، لما تيجي رايح لحد بليز لازم تتاكد ان ده معاه رخصه سي بي اي انرولد ايجنت. يعني الضرايب اي نعم كلنا ممكن نعملها لنفسنا، بس في تريكات كده. يعني لو انت معاك بيزك دبليو 2 مش عارف ايه هقول لك اوكي، بس برضو يعني مش هقول ان انت تروح لحد يعني مش فاهم حاجه خالص او بيقول انا فاهم وهو مش فاهم. لكن لما شويه الريتيرن بتاعتك تبقى شويه فيها حاجات انت تخاف ان يعني تخسر، تلوز كريدت، تخسر حاجه، روح لحد عنده لايسنس. وصدقيني المشكله ايه، اللي انتشر العرف في الناس ان لا، يعني انا جالي ناس بيقولوا ان انا بحاسب بال 400 وبال 500 عشان انا انرولد ايجنت بقى وكده. فلا يعني انا شفت ناس يعني مكاتب محاسبه، في ناس ما عندهاش مكاتب اصلا بتاخد اغلى مننا، اغلى من السي بي اي واغلى من انرولد ايجنت. فانا مش عايزه الناس تبص لموضوع السعر وتقول اه ده هيبقى ارخص، لا روحوا جربوا الاول. لازم تبقوا عارفين ان البني ادم ده فاهم الضرايب اللي بيعملها لكم، والنقطه الاهم من انه فاهم بقى وعارف بيعمل ايه، الفولو اب بتاعه. يعني لازم بقى. يعني قصدك ايه بالفولو اب؟ يعني انت دلوقتي زي اللي حصل السنه اللي فاتت، ده اللي حصل ده ما كانش متوقع خالص. لقينا مره واحده لاول مره، يعني انا شغاله في الضرايب طبعا، وكنت زي ما انت عارف كنت في شركه كبيره، يعني بنشوف ملايين بقى الريترن، مش 1000 2000 ولا حاجه. كنت بشوف بال 50000 ريترن عشان ديستريكت كامله وكده، فما كانش بيجي لنا كميه جوابات. يعني اللي انا شفتها الصيف اللي فات ده انا ما شفتهاش في عمري.
الاي ار اس بعتت جوابات مهوله لكل الناس، ناس لغايه النهارده ما جالهاش الريفند بسبب ان محتاجه فولو اب فولو اب. فدلوقتي الاي ار اس بعتت جوابات، طب المحاسب ده لو هو فاهم بيعمل ايه هيعمل فولو اب، هيبعت الورق، هيتكلم، هيبقى عارف الغلطات فين. يعني بقينا نعرف يعني، يعني طبعا يعني من الخبره ومن الدراسه برضو، الدراسه مهمه قوي. ما ينفعش اكون بس خدت الكلاس وادوني حاجه اسمها البي 10 عشان اعمل الضرايب وده سهل جدا انك تاخديه، يبقى انا اقول كده ان انا بقيت بتاع ضرايب. لا يعني، يعني انا النقطه دي فعلا فتحتيها وفعلا انا زعلانه منها قوي، يعني عايزه الناس بس ما تصدقش اي حاجه. انا كمان عايزه اقول ان انت بتشوفي ناس، ممكن تشوفي الكيسز بتاعت الناس في، مش في كاليفورنيا عشان احنا في كاليفورنيا، فممكن تشوفي كمان على الولايات الثانيه والسي بي اي بيعمل من حقه يعمل في ولايات ثانيه، ولايات مختلفه لكل الامريكا كلها. لامريكا كلها. طب ذاتس جود تو نو. اونلي الانرولد ايجنت والسي بي اي. طيب نخش في القرارات بقى الجديده اللي الضرايب العامين غيرها. ايه بقى القرارات الجديده اللي لازم نعرفها قبل ما نفايل للضرايب لسنه 2020؟ اوكي، هي في كام نقطه كده وانا عايزه كل واحد يعني، يعني لو معاهم بقى ورقه وقلم ونكتب الكلام ده لان الكلام ده مهم قوي. اول حاجه اللي هو اللي انا اتكلمت عليه من شويه، خلينا نتكلم عليه شويه، الكريدت ده عشان الناس تفهمه شويه. يا ناس الكريدت ده اسمه الـ Earned Income Tax Credit، الـ EITC. الكريدت ده بيدي الحكومة، بتدي للأسرة أو للفرد اللي عنده يعني اسمه إيه ليميت الإنكم بتاعه لليميت معين. حد كان بيقول خط الفقر، لا هو مش خط الفقر، ما عندناش حاجة اسمها في الضرايب خط الفقر، يعني اسمه الانكم ليميت، انا ما اعرفش ايه خط الفقر ده. فكل واحد حسب الحاله بتاعته، سنجل، ماريد، سيبريت، ويدو، وريفر، حسب الحاله بتاعتك عندك ليميت للانكم بتاعك عشان تاخد كريدت معينه من الحكومه. انا هقول كده عشان بس وبعد كده هخش لك في الجديد على طول، بس دي النقطه اللي انا عايزه برضك اشرحها عشان الناس تفهمها. فهم في تو كريدت بيدوا الناس كل الفلوس اللي بتطلعها في الريفند، most of it يعني 80% من الريفند بتاعك من التو كريدت دول. الناس اللي بتجيلها فلوس كتير هو من التو كريدت دول، واحد اسمه الايرند انكم تاكس كريدت والتاني بتاع التشايلد تاكس كريدت اللي هو الفلوس اللي نزلت للولاد. طبعا ده مش الكلام ده مش صح ومش هقعد اقول بقى عشان الناس ما تفتكرش ان في فلوس ولا حاجه. anyway فالاي اي تي سي ده بيعتمد على الانكم، وبرده التشايلد تاكس كريدت بيعتمد على الانكم طبعا برده، ليه انكم ليميت. بس الاي اي تي سي ده والتشايلد تاكس كريدت عامل كده زي الهرم. الانكم بتاعك يبقى، انا عايز اشرح الحته دي عشان التغيير اللي حصل عشان الحته دي. اوكي. فالكريدت ده بيطلع يعني الانكم بتاعك 1000 دولار. انا طبعا الارقام دي مش صح خالص اللي انا هقولها، ماشي؟ 1000 دولار هيديك 100 مثلا، مثلا ده مش صح خالص، انا مش عارفه طبعا الارقام، ده جدول. بقيت 2000، 150، بقيت 3، 300، وات ايفر، تمشي بقى في الهرم ده لغايه ما توصل لنقطه معينه، دي ذا توب اوف ذا هرم بقى، اعلى حاجه دي اللي بتاخد فيها اعلى كريدت. هنا بقى في النقطه دي في الانكم ده بحالتك دي هتاخد 5000 دولار. بعد كده الانكم بتاعك يزيد يبتدي ينزل بقى الهرم. لا هتاخد 4، لا بقيت 60 هتاخد 3، بقيت مش لا طبعا هو بينتهي عند خمسينات، في الخمسينات. فده الهرم اللي احنا بنقول عليه. ده بيمشي للاي اي تي سي اللي هو الايرند انكم تاكس كريدت والتشايلد تاكس كريدت، بيبقى برضك بس التشايلد تاكس كريدت مختلف شويه عن الـ عن الـ عن الحكايات دي يعني، بس برضك ماشي كده يعني، تعلى يعلى شويه بعد كده ينزل والكلام ده. فالفلوس اللي بترجع في الريفند، اول حاجه بقى احنا اتكلمنا فيها المره اللي فاتت، فالاي ار اس خدت بالها منها قوي وقالوا طب يا جماعه الناس اللي خد اللي السنه دي احنا مش، انا عشان كده قلت لك بقى ركزوا معايا ان هو هرم، فالناس اللي السنه دي ما اشتغلتش الايرند انكم بتاعها هنا، طب ما السنه اللي فاتت كانت عامله 20 وبتاخد 5000 باك، السنه دي عامله 2000 هتاخد 500 600. ايوه. طب ما الناس مستنيه الريفند، في ناس كتير بيبقى املها على الريفند. كل الناس كل الناس بتبقى مظبطه، اروح اشتري عربيه، هدفع حاجه، هعمل اي حاجه، إن معظم الناس بتبقى مستنيه الريفند. ايوه. ده نظام امريكي مش مصري بس ولا عربي بس ولا احنا الكوميونتي بتاعتنا، لا ده كل امريكا يعني، انا طبعا عشان عندي طبعا امريكان كتير، كلنا مستنيين الريفند. اللي بيجي لهم ريفند طبعا، مش هنتكلم عن الناس التانية اللي بتدفع. ف
فالحكومه خدت بالها من النقطه دي، والسنه دي عملت حاجه. طبعا السنه دي كل القوانين دي اكسبشنز، دي اول مره تحصل، فعملت حاجه، ده اول تغيير بقى هنتكلم عليه. ان هي قالت للاي اي تي سي ده، الكريدت ده اللي بيدي فلوس كتير يعني للناس، والتشايلد تاكس كريدت، من حقك تستخدم الانكم بتاع 2019 لو كان اعلى، وهيديك ريفاند اكتر. دي حاجه عمرها ما حصلت. دي يعني تستعملي بتاع 2019 ل 2020 بالظبط. انا بقول لك ليتس سي انت في 2019 كنت بتاخدي، كان الانكم بتاعك 20,000، وبيجي لك ريفاند بقى وات ايفر. يعني الارقام انا بقول يا جماعه الارقام دي مش صح، مش صح خالص، ده جدول. فليتس سي ان احنا 20,000 بيرجع لي 5 مثلا، طبعا ديبند على حالتك وعندك كام عيل، لا حاجات كتير يعني، بس انا بقول مثلا. فالانكم بتاعك السنه دي قال عشان كورونا ما اشتغلتش، الايرند انكم، انا مش بتكلم على الان ايرند اللي هو الان امبلويمنت والكلام ده، بتكلم على شغلك الدبليو 2 بتاعتك او 1099 بتاعتك، فقلت السنه دي عشان كورونا، زي ما قلنا الهرم ده، فهتقل معاك الريفند الكريدت، مش هيدوك كتير. فقالوا من حقك تختار، ادوك حاجه، عملوا ان التاكس بير كان الكت ان هو يختار ان هو يستعمل الانكم بتاع 2019 لو هيديله اكتر، لو اعلى من الانكم ده، مش الانكم كله، الايرند انكم. لان برضك السنه دي هنشوف الانكم زاد عشان الان امبلويمنت. فقالوا لا، يعني هم ادوهم الالكشن، يعني انت لو شايف ان الانكم بتاع 2019 الايرند انكم بتاع 2019 عشان كان اعلى، خدت ريفند اعلى، فعايز تستعمله في 2020، وير اوكي وذ ات. خلاص هم ادوا الابروفل ان احنا ممكن نعمل ممكن كده. ممكن تعمل. فطبعا دي نقطه مهمه برضك قوي، وانت رايح لبتاع الضرايب بتاعك، لو رايح لواحد جديد مش هو اللي بيعمل لك كل سنه، ميك شور انك تاخد 2019 تاكس ريتيرن معاك، عشان هو يعرف ايه اذا كان مصلحتك ان هو يحط الانكم بتاعك بتاع 2019 ولا 2020. فانت دي نقطه حلوه برضه، يعني لو انت رايح عند محاسب لاول مره لازم تاخد له 2019 معاك، عشان يقدر هو الليكت يعني يقدر ينصحك ويقول لك تختار بتاع 19 ولا بتاع 20. دي طيب. اول حاجه. طيب بالنسبه للتشايلد تاكس كريدت، يعني كل طفل بقي عليه 2000، فهل انا مثلا لو عندي بقى طفلين يبقى معنى كده ان انا هاخد 4000؟ يعني هل هي بتتحسب كده؟ ما انا لما بيجوا لي وما بياخدوش فلوس كتير يقول لي بس انا عندي 3 عيال، المفروض يرجع لي 6 دول على جنب. تتحسب ازاي؟ انا الواحد طبعا تتحسب الضرايب، مش انا دايما اقول الضرايب مش 1+1=2، نيفر. لا، الضرايب 1+1 اقسميها على 12 تطرحي منها 50، مش اديله كريدت منين، نتكلم داليا بقى مش فلا الضرايب مش بالسهوله دي، عشان كده برضو ده اللي انا بقوله، مش اي حد يعني، لو سهله بنعملها، لكن مش. فهتكلم على التشايلد تاكس كريدت، هو 2000 بس، هو مش كله ريفاندبل، يعني هو في جزء منه بيروح يقلل ضرايبي، وجزء الباقي حسب الانكم وحسب الحسابات اللي بقفل بيها الريتيرن بيرجع لي. مش شرط ان انا عندي ولدين ان انا هاخد 4، لا، دي حسابات. اللي فاهم كده طبعا. هو كمان بالمناسبه كمان يا ناس بيقولوا ان حد برضو كان من السوشيال ميديا بيقول خلاص الطفل بقى عليه 3، لا، ده بلان منزله ولسه ما نزلش، وما فيش اي حاجه حصلت فيه ولا قانون نزل ولا اي حاجه، ده بلان من الرئيس الجديد، يعني هوبفلي يحصل، ده هيبقى حلو طبعا. بس احنا هنتكلم عن 2020، مفيش ال 3000 دي. الطفل عليه 2000، وما تحسبوهاش ب 2000 ان انا عندي 3 ولاد يبقى هاخد 6، لا، مش كده، بنحسبها بحسبه ثانيه، لان جزء من ال 2000 بيروح ضد قصاد ضرايبك، يقلل ضرايبك والدخل الانكم اللي هتتحاسب عليه في الضرايب، والجزء الثاني بيجي لك ريفاندبل، يعني فلوس، بس مش ال 2000 كلها، وليها حسابات طبعا خاصه. ففكره ان انا عندي 2 يرجع لي 4 دي مش صح خالص. هم بياخدوا الاثنين بس بشكل تاني، جوه الحسبه بقى. طيب احنا يا جماعه هناخد مكالمات، انا عارفه ان الناس بتتكلم، معلش يعني ربع ساعه بس، خلي داليا تقول حبه معلومات، وهنفتح التليفونات زي ما احنا زي ما انتم عايزين، واحنا قاعدين هنا النهارده ليكم، وداليا هنا جت عشان تجاوب اسئلتكم كلها، فمعلش ربع ساعه بالظبط وهنجاوب الاسئله. طيب بالنسبه للستيمولس باكج دلوقتي، الناس طبعا قلقانه، طبعا كان المفروض
تنزل 2000 دولار بوقت ترامب، وطبعا ما فيش حاجه نزلت، ودلوقتي 600 في ناس اخذتها وناس لا وناس قلقانه. فقولي لي بقى ايه يعني الستيمولس باكج ده اخباره ايه؟ وبالنسبه لل 600 دولار الناس اللي ما خدتش جمعت لجات لهاش لسه 600 دولار، ايه سبب التاخير وهتجي لهم امتى؟ اوكي طيب، ال 1200 اللي نزلت الاولانيه نزلت فيها طبعا مش هقول غلطات، بس في ناس كتير ما خدتش الفول اماونت، يعني في ناس ما خدتش على اولادها، في بيبي اتولد في 2020 ده ليه ولا مش ليه. كل ده لما بتروح تعمل ضرايب 2020 المحاسب بتاعك بيسالك انت اخدت كام من الاستيمولس، من الفيرست 1 والسكند 1، ولو ما اخدتش هو هيجيبها لك في الضرايب، هتيجي مع فلوس الريفند عادي جدا. يعني اللي ما خدش ال 1200 كامله هياخدها، واللي حتى ما خدهاش خالص هياخدها، ما راحتش على حد، عشان في ناس كتير فاكره انها راحت عليها، لا ما راحتش عليها ولا ال 1200 ولا 600. بس عايزه اقول ان في اختلاف بين ال 1200 وال 600. ال 1200 لما طلعت قالوا حتى لو انت ما فيلتش 2019 هتاخدها على 2018. فطلعوها للناس على اي حد فايل 18 خدها. فايلت 19 طبعا احسن هتاخدها طبعا على 19، بس عموما 18 او 19 لو فايلت 2018 او 2019. طيب ال 600 بقى اللي طلعت دي، طبعا احنا عارفين ان طبعا ترامب رفضها ورجعها باك وقال لا انا عايز 2000 لكل للناس. وبعد كده طبعا عشان ترامب اضطر ان هو يمضي الباكج من غير ال 2000 عشان كان لازم يكمل الان امبلويمنت، لان الان امبلويمنت لو تفتكري كانت وقفت يوم 27/12 ومدوها، والباكج كان جواها الان امبلويمنت. فهو لما وقفها هيوقف الان امبلويمنت، فطبعا كان لازم يمضي عليها. بس هو طلب ان هم يعملوا امند ويرجعوا ال 1400 الديفرنت دول للناس. لغايه دلوقتي ما سمعناش عنها حاجه. كان الرئيس الجديد بيقول ان هو اول ما يدخل البيت الابيض هيوافق عليها على طول. هو فعلا عمل كذا اكزيكتيف اوردر، بس ما فيش منهم حاجه بخصوص ال 1400 لغايه دلوقتي. بيقولوا في هوبفلي يعني انها هتطلع، بس مش عارفين امتى. بس اني anyway الناس بقى اللي ما خدوش ال 600، نرجع تاني لل 600. ال 600 مختلفه عن ال 1200 في حاجه، ان ال 600 معتمده على 2019. يعني لو انت ما فايلتش 2019 مش هتاخد ال 600. ال 600 دي طالعه على 2019. اي سي اي سي. وفي ناس كتير قوي بتقول انا لسه ما جاتليش، ويخشوا التشيك بتاعتهم يقولوا issued in January 6، لان طبعا انا الكلام ده كله ميات بيتصلوا يقولوا نفس الكلام. فانا عارفه يعني ان 80%، وانا متابعه برضو طبعا صفحات تانية يعني بتاعتنا يعني بتاعت الاي ار اس وكده بيقولوا عليها المشاكل وكده. فا 60% ما جات لهمش لسه الاستيمولس، مش 6 مش عارفه كام النسبه، بس في ناس كتير لسه ما جات لهاش ال 600. فمش هتجيلها، مش لازم تتوقع عشان جالك ال 1200 في البنك يبقى ال 600 هتجيلك في البنك. بالعكس المره دي اكتشفوا، هما جربوا السنه المره اللي فاتت في ال 1200 اللي هو الاي اي بي كارد، الكارد بتاع اللي هو نازلوا عليه ال 1200، قالوا لقوه شغال احسن من التشيك، التشيك بيضيع، وطبعا مور سكيور لان ده مش هتروحي تصرفيه، ده لازم تدخلي بياناتك عشان تاكتيفيه وشغلانه. فقالوا الكارد ده هيبقى مور سكيور، فمعظم الناس في ال 600 هيجي لها الكروت مش هيجي لها شيكات. اي سي. معظم الناس اللي متاخرين واللي بيقولوا لكم على الويب سايت بيقول issued in January 6 دول هيجي لهم كروت، يعني معظمهم مش كلهم طبعا، اكيد ناس هتجي لهم شيكات بس معظمهم هيجي لهم كروت. اي سي. وهتيجي الشهر ده. هتيجي، يستنوا ما يقلقوش. طب جود. ولو ما جاتش في 2020 وانت بتعمل الريترن هتيجي بقى. طب ذاتس جود. طيب بالنسبه لل اي دي دي الانمبلويمنت، طبعا زي ما احنا عارفين ناس كثيره جدا قدمت على الاي دي دي في 2020. دلوقتي كتير قوي ما بيفتحوا الاي دي دي بتجي لهم مسج كده تقول لك ري اوبن الكليم بتاعك. هل في الحاله دي المفروض انا اعمل ري اوبن واعمل كليم تاني عشان امدها، ولا اسيبها زي ما هي، ولا ايه يعني؟ بصي يا ناس، انا طبعا ده كان كتير قوي قوي قوي. كل الناس مره واحده السكرين بتاعتها اديتها ري اوبن، مفيش سيرتيفايد، مفيش اي حاجه. يعني كان لازم يستنوا، لان الري اوبن ده لو انت عدى على السيرتيفايد بتاعك اكتر من 30 يوم وما عملت السيرتيفاي فتعمل ري اوبن عشان تجدد الكليم. فهو السيستم قفل، لان كتير قوي بصراحه اللي بيحصل، التجديدات اللي بتحصل ورا بعض دي كتير قوي.
يعني احنا السيستم بتاعنا بتاع الضرايب نفسه بالليل كنت شايفاها حاجه، الصبح لقيته حاجه تانية. فالتغيير بتاع السيستم شغال شغال شغال، يعني بيغيروه في اليوم 3 4 مرات. فهو اداهم مره واحده كده ري اوبن ذا كليم. فطبعا احنا يعني ناس كتير سالوني وقلت لا ما تعملوش ري اوبن، سيبوها زي ما هي كده، هي اوتوماتيكلي هتفتح. وفعلا الايام دي دلوقتي اي ثينك من امبارح ابتدت تفتح وينزل لهم السيرتيفاي. لو حد واقع منه اسبوع اسبوعين هيرجع له تاني ويفتح السيرتيفاي ويرجع باثر رجعي، ويقوموا حاطين ال 300 وتنزل. في ناس عملوا السيرتيفاي ومكتوب عليه بيندنج لغايه النهارده، استنوا. يعني المفروض ما يعملوش حاجه. الحاجه الوحيده اللي ممكن يعملوها عشان ما يسمعوش بس كلام من السوشيال ميديا والكلام ده، الحاجه الوحيده اللي ممكن تعملها انك تقعد على التليفون للان امبلويمنت بالثلاث اربع ساعات وتكلمهم. دول الوحيدين اللي هيساعدوك، بيحولوا اول ما بتكلميهم لما توصل لهم على طول بيتشينج السكرين بتاعك، بيفتحها لك في نفس الوقت في نفس المكالمه. بس المشكله ان انت بتقعد 3 4 ساعات، فلو برضك لو استنيته هتفتح لوحدها، هتفتح لوحدها. ودي حاجه من الحاجات بقى الجديده برضك اللي نازله على يعني عندنا في الضرايب، اللي هي برضك الناس دلوقتي اول مره، في ناس كتير قوي اول مره تاخد الان امبلويمنت ومش عارفه طب اخد ايه الورقه اللي اخدها وايه اللي اعملها. بالظبط انا كنت هسالك ايه السؤال، يعني ايه تتحسب ازاي الان امبلويمنت في الضرايب؟ ده سؤال حلو قوي. تتحسب ازاي دي؟ لان الناس دلوقتي بتقول انا كان قالوا لي ادوني الاوبشن ان انا اخصم ضرايب، فخصمت ضرايب طبعا بيخصموا 10%. طيب انا خلاص كده مش هدفع عليها ضرايب، طب الفلوس دي هترجع لي ولا هاخدها ولا هدفع عليها ولا ايه؟ دي نقطه مهمه قوي يا انيس. احنا طلع 600 و300 وحاجات كتير قوي زياده عن الويكلي بينيفيت بتاع الاستيت. الاستيت ليتس سي الاستيت مطلع لي 200 دولار وال600، فبقيت في وقت ال600 مثلا فكنت باخد ايه 800، بس كانوا بيقطعوا ضرايب كام؟ 20 دولار اللي هي 10% من الاستيت بينيفيت، مش من ال600 دي. بعد ما خلصت ال600 جت ال300، ما بقوش يقطعوا من ال300، بيقطعوا ستيل من الاستيت بينيفيت. يعني الضرايب دي اللي اتاخدت منك ما اتاخدتش على كل المبلغ، اتاخدت بس على المبلغ بتاع الاستيت اللي طلعوا الاستيت. فبتتحسب ازاي؟ هي انكم عادي جدا بيتحط مع اي انكم عندك، وبنبتدي نحسب لك ضرايبك وبتتحاسب عليها ضمن البراكت بتاعتك. انت في براكت 12 15 20 وات ايفر براكت انت فيه بتتحسب لك فيه، وبيطلع عليها الضرايب في الاخر. طب لو انت عليك زيرو ضرايب بعد الكريدت والاطفال وكل ده، بقى عليك زيرو ضرايب، اللي قطعوه منك في الان امبلويمنت هيرجع لك بلس الكريدت بتوعك. طب انت بقى عليك ضرايب 1200 وهم مش قاطعين منك غير 200، يبقى يعني بالطبيعي كده يبقى هيبقى عليك 1000 دولار. فهي حسبتها كانها دبليو 2 بالظبط، بتتحط في الانكم، بتتحسب على البراكت بتاعتك، وفي الاخر بنقول دفعت كتير هيرجع لك الباقي، دفعت قليل هتدفع الفرق. طيب جميل. بالنسبه بقى للبرضو جاء اسئله كتير على الدونيشنز، في ناس كتيره اتبرعت وعايزه تعرف ازاي هيرجع لها. ما دي برضو من الحاجات الجديده. الدونيشن السنه دي والاول مره تحصل ان الناس اللي عمرها ما استفادت بالدونيشن، لان ما بيعملوش الجدول اللي اسمه سكادجول ايه اللي هو الايتمايز ديدكشن، ما عندهمش الحكومه بتطلع لك مبلغ 24800 مثلا للاسره الاثنين متجوزين، ف 24800 انت عندك حاجات اكتر من كده دفعتيها بس مش اي حاجه، اللي هي منها دونيشن، منها المورجج بتاعك، الانترست بتاع المورجج بتاع البيت، البروبرتي تاكس اللي دفعتيه، بتجمعي حاجات كتير، الميديكال اكسبنس بتاعك برضك بليميت معين، بنجمع حاجات كده في جدول ونشوف هل الحكومه مديانا ان احنا نخصم 24000 مثلا 800 للكابل. طب انا بدفع مورجج انترست لوحده مثلا 25 ودونيشن بخمسة، انا كده وصلت فيري ماتش يعني كام؟ 32 33 25 33. طب ما الحكومه مديانا 24، لا يبقى اخد ال 33 وما اخدش ال 24. ال 24 دي بتتخصم من الانكم قبل ما يتحط عليها التاكس. فبدل ما الحكومه مدياني 24، لا انا عندي مصاريف اكتر هاخد الايتمايز ديدكشن، وكان على طول الدونيشن هنا في الايتمايز ديدكشن. السنه دي بقى عملوا حركه حلوه قوي، قالوا معظم الناس لان هم علوا الستاندرد ديدكشن اللي هو ال 24000 ده، علوه ما كانش كده، كان 12 وكده، فمعظم الناس بقت تاخد الستاندرد فقلت الكفه دي. فالسنه دي قالوا عملوا حاجه حلوه قوي، قالوا لو انت عندك دونيشن اللي هي المفروض عمرها ما اتاخدت للناس اللي بياخدوا الستاندرد ديدكشن، دايما لازم تتحط في جدول الايتمايزد،
هنديها للناس دي، لان الناس دي بقت دلوقتي هي الاغلبيه اللي بياخدوا الستاندرد. فطب الناس بتعمل دونيشن، فلاقوا برضو ان النون بروفيت اتاثرت، لان بيقول لك طب انا هعمل دونيشن ليه وانا مش هخصمها. طبعا دي مش دماغنا احنا، طبعا احنا بندي الدونيشن عشان الدونيشن دي يعني حاجه لربنا يعني يعني عندنا طبعا في مجتمعنا. بس هما لا، في ناس كتير بقى قالوا لك لا طب الدونيشن كده مش بتفيدني، فابتدوا يقولوا خلاص هندي للماكسيمم كريديت $300 لكل، لو انت ما عندكش الايتمايز ديدكشن. عندك الايتمايز ديدكشن هتاخد اتبرعت ب 1000 هتاخدها، بخمسه هتاخدها هتتخصم لك. لكن ما عندكش الايتمايز ديدكشن which is good صدقيني، يعني $300 بتفرق. انا حتى كان في حسبه كده حسبتها لقيتها بتفرق من براكت لبراكت. yeah. يعني بدل ما تبقي في براكت ال 12 ممكن مره واحده تلاقي نفسك بقيتي في ال 15 بال $300 دول، ولا البراكت اللي بعده على طول. فطبعا هي $300 ممكن يقول لك ايه يعني $300، لا بتفرق. وبرده نقطه مهمه قوي، ان احنا لما بنعمل دونيشن يعني لكنايسنا والاورجنايزيشن المسيحيه وكده، فبنعملهاش عشان الضرايب بس، ده حقك. ايوه ده حقك، يعني حقك ان مادام البلد مدياك الاوبشن انك تستفيد بيها، واي نوت. ومش في الكنائس بس، في كتير ناس بتبرع لاورجنايزيشنز كبيره ومستشفيات وحاجات. بس هي الدونيشن اللي تتخصم السنه دي لازم تكون كاش، والاورجنايزيشن يعني موثوق يعني منها. يعني قصدك ايه بكاش؟ كاش مش يعني مش ان انا لازم ادفع كاش مون يعني عمله، لا يعني شيك، كريدت كارد، يعني ما يكونش حاجه، ما اروحش اودي هدوم. مش حاجات عينيه. يعني ما اروحش اودي هدوم، ما اوديش عفش اسمه ايه جود ويل واقول لا انا عملت دونيشن. لا مش يعني فلوس، يعني لازم تكون حاجه يعني كاش، فلوس، لازم تكون فلوس باي طريقه، تشيك، كريدت كارد، ديبت كارد، اي زيل، اي حاجه، اي حاجه. وكمان المؤسسه اللي انا بتبرع لها لازم تكون مؤسسه معروفه ليها، طبعا ليها يعني موثوق منها في الاي ار اس، نون بروفيت، وبيطلعوا لهم في اخر السنه الايصال ده، وبياخدوه معاهم وما بيفيلوا الضرايب، وبيتخصم لهم اب تو 300. ده الجديد السنه دي، لكن لو انت بتستعمل الستاندرد، لكن لو انت بتستعمل الايتمايز ديدكشن بتاخد كل الدونيشن كده اللي انت دفعته كله بيتخصم لك. طب ذاتس جود، ذاتس فيري جود السنه دي بصراحه جدا. طيب في ناس على الخطوط تحب تقولي اي حاجه قبل ما ناخد مكالمات؟ احب اقول حاجه كده كانت عشان برضك الناس تعرفها، عشان احنا سالنا السؤال ده المره اللي فاتت وقلنا لسه الاي ار اس ما قالتش حاجه جديده عليه. الناس اللي قعدت في البيت وقالت دلوقتي احنا شغالين من البيت، وكان عندنا زمان كريدت كده اسمه يعني يوز اوف هوم، لو انت قاعد في البيت وبتستخدم اليوتيليتي بتاعت البيت ومش عارف ايه بيتخصم لك. فكنا مستنيين، ان هو طبعا اتمنع، كان في كريدت اوريدي واتمنع من 2018 وهيفضل ممنوع لغايه 2025 انليس ان حد يمدد منعه يعني. بس هو نازل من 2018 ل 2025 مش هنقدر نستخدم الكريدت دوت اللي هو اسمه هوم اوفيس ديدكشن. الديدكشن ده مش هنقدر نستخدمه. كنا فاكرين ان الاي ار اس السنه دي ممكن تديهم اكسبشن عشان كل الناس اشتغلت من البيت، فللاسف ما حصلش. اللي هياخد بس الديدكشن ده الناس اللي هي سيلف امبلويد، لكن لو انت شغال دبليو 2 ما تجيش تقول لا انا كنت شغال من البيت واستخدمت الكهرباء والنور والمكتب ومش عارف بس السيلف امبلويد ممكن، بس السيلف امبلويد بس. طيب فكان عندنا امل يعني ان هم يغيروا، ما غيروش للاسف. بس طيب. مش مشكله. ناخد بقى بعد اذنك الاستاذ كامل. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. مساء النور يا فندم. حضرتك كان على الهواء كده؟ حضرتك على الهواء يا فندم، سؤال حضرتك ايه؟ مساء الخير يا استاذ ناس، مساء الخير يا استاذ داليا. اهلا بحضرتك يا فندم. حضرتك كان التاكس بتاع 2019 بعد ما عملته، المحاسب قال لي ان انت نسيت الفورم بتاعت اوباما كير، فكده بدل ما ترجع لك $165 عليك $800 لازم تدفعهم وكده يعني. فدفعتهم بس متاخر شويه. لغايه دلوقتي بيندنج، و في الصفحه بتاعتي الاكونت بتاعي في الاي ار اس لسه بيندنج لغايه دلوقتي. معلش. وال $600 اللي جات لكل الناس ما وصلتنيش برضه. هل الموضوع ده ليه علاقه بده ولا ايه؟ مظبوط طبعا، لان الريترن بتاعتك بتاعت 2019 لسه ما قفلتش، لسه ما اتقفلتش، هي لسه مفتوحه. طبعا انت نسيت الورقه اللي اسمها 1095A. ولما الاي ار اس بتاخد الريترن بتاعتك وبيلاقوا الورقه دي ناقصه بيحطوا الريترن على جنب، بيقولوا لازم تبعت لنا الفورم دي والريكونسليشن بتاعتها. وانت عملت كده بس كان في شهر كام؟
هو حضرتك هم بعتوا لي جواب في شهر 3 بس انا كنت سافرت مصر يعني عرفت متاخر. طب انت ربيت؟ لسه دفعت 800 دولار في اول شهر 12. هو مين اللي قال لك تدفع 800؟ يعني المحاسب بتاعك عمل الريكونسليشن يعني عمل لك الفورم وقال لك تدفع 800؟ المحاسب قال لي في فرق 800 تدفع 800. ممكن طبعا ممكن. بس امتى بس قول لي في شهر كام؟ امتى دفعتهم ولا امتى ايه؟ امتى بعت الورق اللي هم عايزينه؟ امتى؟ هو متاخر برضه بعته في شهر تقريبا اكتوبر. اكتوبر؟ لا لسه خالص. ده هم دلوقتي شغالين في بعته طبعا جواب صح ولا بعته فاكس؟ هو عمل الكترونيك بس انا ما صدقتش فيه فبعتهم بالفاكس ورقه تاني. ما هو انت رديت على الجواب؟ هو لازم تبص هقول لحضرتك، هو انت لازم ترد على الجواب بفاكس او بميل وتبعت فورمتين ال 1095 والريكونسليشن بتاعتها، الفورم بتاعتها بيعملها لك المحاسب وبترد عليهم في الجواب ويديهم 4 شهور عشان بروسس الريتيرن. فطبعا ال 600 دولار بتاعتك متاخرين، بتاعتك متاخره علشان 2019 لسه مفتوحه ما اتقفلتش. فاعتقد انه هيبقى اسرع لك لما تفيل 2020 يجيب لك 600 معايا. فعلا ناس كتير حضرتك قالت لي لما تعمل تاكس بتاع 2020 يطلب لك 600 بتاعتك. مظبوط. بس هي طب حضرتك امتى هيتقفل الموضوع بتاع انا دفعت خلاص الفلوس؟ خلاص لا انت خلاص انت خلاص استنى سيبهم هم هيقفلوه. بص ما تتابعش السيستم قوي لان السيستم دلوقتي ما بين 2019 و2020 فما تتابعش السيستم، خليك هيبعتوا لك جوابات يقولوا لك. طيب شكرا يا استاذ كامل. ومعانا الاستاذ، شكرا لحضرتك يا فندم. استاذ محسن مساء الخير يا فندم. استاذ محسن لسه معانا ولا الخط اتقطع؟ الو هلا انا معاك. اهلا يا استاذ محسن، ممكن اتكلم دلوقتي؟ اتفضل. سؤال حضرتك ايه يا فندم؟ سؤال حضرتك ان قالت 300 في الدونيشن يقسموا 300، 300 ايه؟ في السنه في الشهر؟ وانا اعرف انه كان المفروض السنه اللي فاتت 24,000 دولار سواء دفع او ما دفعش، فايه مش فاهم السنه دي احسن ليه؟ مستحيل يعني ايه 300؟ يعني حضرتك لو انت بتستخدم الستاندرد ديدكشن ولا الايتمايز ديدكشن؟ لا ستاندرد ديدكشن. لو بتستخدم الستاندرد ديدكشن هيزودوا لك، لو انت بتعمل دونيشن هيدوا لك اكسترا يعني ديدكشن زياده 300 دولار في السنه. يعني انت اتبرعت طول السنه ب 1000 دولار طول السنه، هتيجي في الضرايب بتاعتك هتقول لي انا اتبرعت ب 1000 دولار السنه دي، الاي ار اس منزله لك كريدت معين او ديدكشن معين يعني ب 300 دولار بس، ده الماكسيمم. طب اتبرعت ب 200 في السنه هتاخد ال 200، لكن اوفر 300 ب 10,000 وبتاخد الستاندرد ديدكشن؟ لا من غير ستاندرد ديدكشن. نعم مش ما بعملش اتمايز. ما بتعملش ايتمايز هتاخد 300 حتى لو دفعت ال 10. طب هو مش احسن السنه دي؟ مش احسن بقى؟ لا هي احسن لناس كتير يعني، ممكن تكون مش احسن لحضرتك بس هي لو احنا بنتكلم على امريكا. اما لو بنتكلم على امريكا لان لما بيكون 70% بياخدوا الستاندرد. نعم؟ كان لحد 24,000 دفعتي او ما دفعتيش يحسب لك بتكسبل 24,000. لا 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 انت ما كنتش بتاخد حاجه خالص للدونيشن. معلش اسال المحاسب بتاعك هو يفهمك يعني لان ده موضوع طويل شويه، اسال المحاسب هيفهمك اكتر. شكرا يا فندم. طب معلش سريعا ايه الفرق بين الايتمايز ديدكشن والستاندرد ديدكشن؟ ما بصي ما يعني 24,000 الحكومه مديهولك ده ستاندرد خلاص. عندك اكتر خدي اكتر، مش هيقولوا لك لا. بس فين الاكتر ده بيجي منين؟ موست اوف ات من المورجج انترست بتاع البيت بتاعك. فاقل مورجج تقريبا كام؟ اقل حاجه انترست كام؟ مثلا 18,000 دولار. فانت سو كلوز كده لل 24. طب كمان عملتي كمان دونيشن ب 10 اديكي بقيتي 28، فبدل ما تخصمي للحكومه مديهولك ال 24,800 دول، ما انا هخصم ال 28. يبقى كده قللت الانكم بتاعي اكتر. لكن ال 24 دول موجودين كده كده، بس الدونيشن كانت بتروح فين؟ كانت بتروح هنا. لكن انا بقى ما عنديش مورجج، هنقول كده خلينا نقولها كده، ما عنديش مورجج انترست، الحكومه مدياني 24,800، عملت دونيشن ب 10.
هل انت بالعقل كده هتقولي لا ادوني الايتمايز وقللوا لي الانكم بتاعي ب 10000 ولا هتاخدي الستاندرد؟ هتاخدي الستاندرد. وده اللي حصل ل 70% من اللي بيفيلوا ضرائب على مستوى امريكا. 70% من التاكس باير ميبي مور ابتدوا دلوقتي ياخدوا الستاندرد عشان علي، كان 12000 بعد كده بقى 24. فبقى ناس كتير المورجج بتاعها قليل مثلا 10 ومهما حطيت عليه ما وصلش لل 24 فبياخدوا ال 24. فطبعا الحلو السنه دي ان الاول مره الناس دي اللي بتاخد ال 24 هتستفيد ب 300 دولار دونيشن. ما كانش موجود خالص. خدتي الستاندرد مالكيش دعوه، اعملي الدونيشن بقى انت مع نفسك لكن مش هتاخدي عليه كريدت. السنه دي هياخدوا عليه كريدت. لكن طبعا لو بيعمل ايتمايزد ان شاء الله يكون متبرع بكام هيقدر ياخدهم كلهم. ما هو بيزود الجدول الناحيه دي بقى. هي زي ميزان بيزود بقى الكفه دي يفضل يحط هنا فيزود دي يخصم بقى براحته. بس انا مش عارفه يعني معلش. طيب انجي معانا؟ انجي لسه معانا؟ ايوه. هاي انجي سؤالك. ايوه انا معاك. طب وات التلفزيون من فضلك انجي. اوكي طيب تفضلي يا حبيبتي سؤالك ايه؟ انا سؤالي ان انا مجاليت ال 1200 في الاول وبعدين ال 600 ما جابوش برضك، ولما بكتب بيقولوا لي انت ما عندناش اي معلومات ليك. طب انت قدمتي الضرايب؟ بنتي السنة اللي فاتت ضافتني معاها في الضرايب، بس السنة دي قالت لي هطلعي يعني مش هعمل لك ضرايب معايا، هعمل لك ضرايب لوحدي. انت حلتيها لنفسك خلاص كده. طبعا عشان بنتك كانت ضايفاها معاكي طبعا مش هيدوكي. احنا قلنا الكلام طول السنة بنقول الكلام ده. بس بنتي ما جالهاش حاجة ليا برضه. ما هو مش هيجي لها حاجة ليكي. هي جالها فلوسها بس. مش هيجي لها حاجة ليكي. مش هيجي لها؟ لا مش هيجي لها حاجة ليكي. السنة دي بقى انت لو فيلتي لوحدك هيجي لك ال 1200 وال 600. اوكي طيب شكرا حبيبتي. ليلى مساء الخير يا ليلى. ليلى ايوه يا فندم مساء الخير يا حبيبتي سؤالك ايه؟ مساء الخير انا على الهوا دلوقتي. على الهوا يا ستي. اوكي طيب انا عندي سؤال، لو حد pending asylum في نيوجيرسي و بقاله تقريبا سنه ولسه مستني المقابلة ما عملهاش بس معاه work permit و social security ما بيشتغلش، هل يعمل filing للتاكسز ولا بزيرو انكم؟ لان انا سمعت حاجة شبه كده، ده صح ولا لا؟ ايه رايك يا استاذ؟ مفيش انكم خالص. بصي بصي يعني حكايه بيندنج اسايلم الكلام ده مش شغلنا ملناش علاقه بيه خالص. انا شغلي ان انت معاكي سوشيال ورك بيرميت وعملتي انكم يبقى تعملي تاكس ريتيرن. معاكي سوشيال ومعاكي ورك بيرميت ما عملتيش انكم، كان المفروض تعملي النون فايلر اللي فاتت دي عشان يجي لك ال 1200. طبعا ما جالكيش 1200 و600 صح؟ لا طبعا ما جالكيش. طب انت يعني السوشيال والورك بيرميت طالع من امتى؟ من حوالي 4 شهور من شهر 8 اللي فات. طب ما اشتغلتوش خالص بعد 8 ده؟ ما فيش اي دبليو 2 اي 1099؟ ما اشتغلتش اوبر ليفت؟ ما عملتوش اي انكم؟ لا خالص. يعني هو طبعا مش عارفه يعني هو ما فيش حاجه اسمها زيرو ريتيرن. ما فيش حاجه اسمها زيرو ريتيرن. بس هي السنه دي في اكشف يعني مش عارفين الاي ار اس هتقول ايه. هي عملت طبعا البروجرام الكبير قوي اللي كان اسمه النون فايلر ده كان لازم انتوا تقدموا فيه. فده دليل ان هي مش موافقه بالزيرو ريتيرن، لان لو موافقه كانت قالت لكل الناس روحوا اعملوا الزيرو ريتيرن دي اللي هم بيقولوا عليها. بس هم عملوا بروجرام كبير قوي قوي بس قفل يوم 27 نوفمبر. هل هيفتحوه تاني عشان الحالات دي لسه موجوده؟ مش عارفين. بس اي ثينك يعني استنوا شويه كده يمكن على الشهر الجاي نعرف الموقف، لان انت مش انت لوحدك في ناس كتير زيك. يمكن في الاخر يطلبوا ان احنا يفتحوا لنا الويب سايت ده تاني او يطلبوا ان احنا نعمل فعلا ريتيرن انفورميشن ريتيرن، ما اسمهاش زيرو انكم او زيرو ريتيرن يعني انفورميشن ريتيرن. مش عارفين لسه. بس هو مش مستحب ان انت تعملوا الزيرو ريتيرن اللي اسمها اللي انتوا بتسموها زيرو ريتيرن. بغض النظر عن فكره انه ال 600 دولار او ال 1200 انا بس بسال على الوضع القانوني. لا لا بغض النظر بقى عن ال 1200 لا لو انت بقى ما بتتكلميش على ال 1200 و600 ما تعمليش حاجه اسمها زيرو ريتيرن.
انا مش عارفه اصلا مين اللي طلع كلمه زيرو ريترن، بس ما تعمليش حاجه اسمها ريترن. ايوه يعني ما تعمليش الريترن اللي ما فيهاش انكم، هي اسمها انكم تاكس ريترن، يعني ضرائب الدخل. فانت ما عندكيش دخل، هتروحي تقولي لهم انا اهو عايشه طول السنه وعندي زيرو انكم؟ طب ما انت برضك يعني از مش ميك سنس، صح؟ يعني في ناس يعني في ناس بتفتح عين الاي ار اس عليها بالزيرو ريترن اللي بيعملوها دي، لان طب انت عايش ازاي يعني؟ بقالك سنه في البلد كامله وجاي كمان تقول لي يعني بصي احنا مصلحه الضرايب اللي بناخد فلوس، وجاي تقول لي لا ده انا ما عملتش فلوس السنه دي. طب بتقول ليه؟ هم مش عايزين منك حاجه. مش عايزه اقول زيرو ريترن، بس الريترن الفاضيه دي لا بلاش منها. انليس بقى الاي ار اس تقول هنوافق بيها عشان ال 1200 و600. طيب ثانك يو حبيبتي. ومعانا الاستاذ مراد، مساء الخير يا فندم. استاذ مراد، شفتي السوشيال ميديا كمان طلعت اكسبريشنز زيرو ريترن، مش عارفه ايه. طلعوا لنا اكسبريشن عمرنا ما سمعناها وما تعملناش بيها، مفيش حاجه مش بتستعملوها ولا اي حد. يا استاذ مراد، سؤال حضرتك يا فندم. الو، مرحبا، مساء الخير. مساء النور. عزيزتي اذا ممكن انا عندي سؤالين. اتفضل يا فندم. بس السؤال الاول، التاكس 2019 قدمته بشهر الثالث والى حد الان ما استلمت اي مبلغ من عندهم. اوكي، والسؤال الثاني عشان هجاوب لك الاثنين مع بعض. ايوه، السؤال الثاني انه الدخل مع الدبليو 2 هالسنه عندي بحدود ال 6000، والسنه اللي ماضيه تبع 2019 بحدود ال 15000. الافضل انه اقدم ال 2019. طيب ارد؟ اوكي، بالنسبه للسؤال. أيوة. الاولاني 2019 بتقول لسه ما جالكش اي حاجه منها، صح؟ صح. ما جالكش جوابات؟ اكيد جالك جوابات. جالي جوابات، بس انه بيعملوا يقولوا انه انتظر عم ندرس اسمه تبع في الموضوع. استنى 60 داي وفي 60 داي في 60 داي، صح؟ و 600 دولار ايضا ما استلمته. ماشي، انا ما عشان لسه 2019 ما قفلتش، احنا قلنا 600 دولار معتمده على 2019، فطالما 2019 لسه ما اتقفلتش يبقى 600 مش هتيجي. فاسهل طريقه تجيب بيها 600 انك طبعا لما تفايل 2020. بس بالنسبه ل 2019 يا ريت المحاسب بتاعك يتصل ويشوف في ايه، في يعني في مشكله، اكيد في مشكله لازم تتحل. ودلوقتي باي ناو يعني اكيد الاي ار اس عارفه ايه المشكله. في الاول ما كانوش بيقولوا لنا، كنا بنقعد نتصل كل اسبوع. بس انا عايزه ارد عليك في السؤال الثاني، انت بتقول لي عايز اخد الانكم بتاعي دبليو 2 السنه دي 6000 والسنه اللي فاتت كان 15، وعندك اولاد؟ صح، عندك اولاد؟ اي نعم عندي. صغيرين تحت ال 17؟ أيوة. سنه تحت ال 17. طبعا السنه اللي فاتت كان بيجي لك ريفاند هايل، السنه دي مش هيجي لك الريفاند ده، صح؟ انا ما اقدرش اقول لك خد انهي انكم، لان لازم اللي بيعمل لك الضرايب، انت خدت ان امبلويمنت صح؟ صح اخدت. طيب ما انا لازم احط الحسبه كلها على بعض، احط الان امبلويمنت على الدبليو 2 واشوف الريفاند بتاعك. هل بقى لو الانكم السنه اللي فاتت هيديك اعلى، خلاص يبقى احط لك انكم السنه اللي فاتت، لكن انا ما اقدرش اقول لك استخدم انهي واحد، لازم المحاسب بتاعك وهو بيعمل لك الضرايب. ماشي؟ ماشي. طيب. اوكي. شكرا يا فندم. الاستاذ مين اللي معانا يا جماعه؟ معلش اتلخبطت. استاذ ميلاد مساء الخير يا فندم. استاذ ميلاد فندم، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. سؤال حضرتك. ميلاد معك يا فندم، انا عندي سؤالين. طب سؤال لو سمحت. اتفضل. السؤال الاول، انا لسه واخد بيت من 6 شهور. مبروك، الله يبارك فيك يا فندم. ويمكن انا صرفت عليه شويه، يمكن في حدود 25,000 دولار وحاجات كده خاصه بالبيت في التشطيبات، فهل الحاجات دي بدخلها في الضرايب لما اجي افايل في السنه دي؟ ده السؤال الاول. طيب خلي بس خلي سؤال لو سمحت داليا، يقدر يشيلها. هو السؤال ده حلو جدا لان سالته كتير قوي. اي حاجه بنستعملها بيرسونال ما ينفعش نخصمها في الضرايب. يعني انا اشتريت عربيه جديده، ماليش دعوه، مبروك عليك. عملت الريموديلنج للبيت اللي انا عايش فيه زي ما الاستاذ ميلاد
عمل طبعا تجديدات، كل الناس معظم الناس اللي بتشتري البيوت جديده بيجددوا طبعا وبيجيبوا في حد بيقول انا اشتريت فرش عفش فاي حاجه بتستخدمها في بيرسونال ليك انت الايرس بتاع قصدي دي حاجه ممكن تستخدمها ممكن تعملها ممكن ما تعملهاش، مش حاجه يعني ضروريه لل لكن ما يقدرش يشيل منها حاجه ما يخصمهاش في الضرايب. امتى بقى يخصمها؟ يعني امتى انا غيرت الـ 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 الحمام مثلا الباثروم بتاع البيت، امتى احسب المصاريف دي؟ لو انا باجر البيت ده، لو بستخدم البيت ده از بزنس بيجيب لي انكم، ففي الحاله دي اخصم منه اكسبنس اشيل منه لكن انا عايشه في بيتي انا ما ينفعش ما تخصمش منه اي حاجه. اي سي طيب بس طبعا ده بينفعك يعني تكيب الريسيت لان ده بينفع لما بتيجي بعد قدام لما تفكر تبيع البيت ده بيعلي الفاليو بتاع البيت لانك عملت يعني جددت خليه سيلابل يعني طبعا بيعلي الفاليو بتاع البيت. طيب السؤال حضرتك الثاني يا فندم. طيب استاذ ديفيد، استاذ ديفيد ايوه سؤال حضرتك يا فندم. انا كنت بابايا ومامتي كانوا مع بعض بيستلموا بيجي لهم الاس اس اي، ماما جالها الشيك الثاني بس بابا ما جالوش ولا الاولاني ولا الثاني، فمش عارف ازاي يعني ماما ما جالهاش وبابا جالها 1200 دولار في المره الاولانيه بس في المرة الثانية جالها الكارت اللي هو فيه 600 دولار من غير بابا، هما الاثنين على الاس اس اي بس ماما الكيس اسمها وبابا ديبندنت عليها. لا هي مش فارقة، مش فارقة يعني مش فارقة مين الكيس باسم مين، هما السنة دي في 2020 خلي باباك ومامتك يقدموا ضرايب لوحدهم مع بعض يعني الاثنين وهيجي لبابا الفلوس. المحاسب هيعرف ازاي يعملها لك. اوكي من غير كده مفيش هذا الحل الوحيد صح؟ لا هو ده الحل الوحيد يقدموا الضرايب. باباك ومامتك مع بعض مش عشان ماما جت اخلي بابا بس اللي يقدم الضرايب، لا لازم الاثنين يقدموا مع بعض وهيجي فلوس بابا. خلاص اوكي ماشي شكرا مسيام. نعم نسرين معانا مساء الخير يا نسرين. نسرين يا نسرين ايوه مساء الخير يا نسرين. نور سؤالك يا حبيبتي. كنت عايزه اسال مبلغ ثانيه بس هو انا اوري. ايوه سؤالك يا حبيبتي اتفضلي احنا سامعينك. ايوه احنا سامعيكي. ايوه طيب سؤالك يا نسرين. انا كنت بسال انا اول مره انا وجوزي نقدم الضرايب فكنت عايزه اعرف احنا عندنا بنتين الاحسن ان انا اقدم لوحدي ولا نقدم احنا الاثنين مع بعض، ولو انا قدمت معاه اقدر احسب انا الفلوس اللي هترجع لي من تاكس ريفاند بتاعتي قد ايه ولا لا؟ برضو ده سؤال حلو قوي يا نسرين، حلو قوي كمان للناس اللي لسه جايه جديد. بتسال كتير على فكره ناس كتيره بتقول لك فايل لوحدي ولا جوينت سوشيال ميديا فايله سيبريت عشان تاخده اكتر. الكلام ده مش صح، ده يعني بيحصل فيه لعب كتير قوي 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 ودي بيبقى فيها غراماتها فظيعه ممكن توصل للسجن. يعني ممكن عشان حد يبقى هيد اوف هاوس هولد والتاني سنجل فده ياخد كريدت وده ياخد كريدت. لا طبعا الحاله الوحيده اللي بنقول فايله فيها سيبريت لو انتوا فعلا سيبريت فعلا سيبريت فايله طبعا سيبريت، او بقى الانكم بتاعكم عالي جدا فلو حطيتوه على بعض هتدفعوا ضرايب كبيره قوي وده سهل قوي المحاسب لما لو انكم ما انا هقول اهو سهل قوي برضك المحاسب يقول لك ان انت لا لو بقيتوا لو بقيتوا سيبريت لان هتخسروا كل الكريدت اني واي لان الانكم عالي قوي ففيلوا سيبريت فكل واحد يدفع اقل، لكن طول ما انتوا مع بعض والانكم بتاعكم لسه قليل ما يعني انا ما انصحش اي حد انه يفيل سيبريت. السؤال بتاعك بقى اللي هو هقدر احسب انا جالي كام وهو جاله كام، لا ما تقدريش لان انتوا لان انتوا الاثنين يعني بصي ما يجيش هقول حاجه كده حاجه فاني قوي حد قال لي ان انا جوزي قال لي عشان انت مش شغاله الفلوس دي كلها بتاعتي عشان انت ما اشتغلتيش، الكلام ده غلط لان هو لو ما كانش حط مراته وفايل جوينت ما كانش خد كل الكريدت اللي خده ده، فانتوا الاثنين مع بعض سواء انت جايبه انكم هو جايب انكم انت مش جايبه هو مش جايب الانكم بتاعكم بيتحسب على عيله والريفند ده للعيله تحسبيه انت وهو ازاي دي يعني ما اقدرش اقول لك اقسموها بالنص ما اقدرش اقول لك يعني طبعا هيبقى اوقع حاجه ان انتوا تقسموها بالنص، لكن مش معنى مثلا ده اشتغل اكتر ياخد اكتر او ده اشتغل ما اشتغلش خالص ما ياخدش، فصعب قوي ان انت تحسبي انت كام وهو كام. ما اقدرش اقول لك اقسموها
في حاجة تانية لنسرين؟ لا طيب. خلاص نسرين. الأستاذ ملهم، مساء الخير يا فندم. أستاذ ملهم. أيوة يا فندم. سؤال حضرتك يا فندم. أنا الحقيقة كنت عامل التاكس ريتيرن بتاع 2019 وعملته في مارس، وبعد كده اللي عمل لي التاكس ريتيرن طلب مني التاكس ريتيرن بتاع بنتي عندها 20 سنة، وقال لي مش هينفع نحطه، مش ينفع نعمله أونلاين، لازم نبعته بالميل. فبعت له فعلا التاكس ريتيرن بتاع بنتي وبعته بالميل، لكن ما فيش اي حاجه، لا في جواب ردوا علينا فيه، ولا حتى بنخش اونلاين على الويب سايت بتاع الاي ار اس ما بيديش اي انفورميشن، ما بيقوليش اي حاجه. فانا مش عارف الحقيقه، يعني انا عايزه اسالك، هو انت بتسال على التاكس ريتيرن بتاعتك ولا بتاعت بنتك؟ لا بتاعتي انا هما انا ايه اللي دخل موضوع بنتك؟ عمل التاكس ريتيرن بتاعها ماله؟ بس هو كان طالب مني التاكس ريتيرن بتاع بنتي عشان احطها على الكيس بتاعي. هو انا مش فاهمه يعني بص، يعني هي يعني بنتك ايه دورها في الموضوع؟ يعني انا بقول لحضرتك انا بعمل التاكس ريتيرن بتاعي سيبريت لوحدي. اوكي. فاللي بيعمل لي المحاسب اوكي قال لي انا عايز احط بنتك على الكيسه بتاعتك، فاديني التاكس ريتيرن بتاعها عشان نبعته بالميل. فانا اديته فعلا التاكس ريتيرن بتاع بنتي وبعته، وما حصلش حاجه. معلش معلش خليني افهم، انا مش عارف كان ايه طلبه انه يبعت التاكس ريتيرن بتاع بنتي. يعني ايه التاكس ريتيرن بتاع بنتك؟ هل قصدك الدبليو 2 بتاعت بنتك، ولا بنتك كانت اوريدي فيلت وهو احتاجها؟ لا حضرتك بنتي اوريدي فيلت. يعني عمل امندد ريتيرن لبنتك، شالها من انها لوحدها، حطها عندك وبعت الريتيرن بتاعتك، صح؟ بالظبط كده. بس هو كان بعته بالميل بقى عشان مش هيعرف يبعته. هي بالميل طبعا. طبعا بالميل. انا يعني هتاخد وقت جامد قوي، لان هم بس انت بتقول بعتها في شهر 3 2019. يعني انا عارفه ان الاي ار اس دلوقتي شغاله في جوابات شهر 4، يعني لسه الاي ار اس باك لغايه شهر 4، فالمفروض 3 تكون في رد. فيا ريت تخليه يكلمهم ويشوف، ما تتابعش قوي الاونلاين اللي هي وير از ماي ريفاند ولا الكلام ده، لان اوريدي السيستم قلب على 2020، فهتلاقي مش بيديك اي معلومات. فخلاص 2019. طب حضرتك يعني انا كده اعمل تكت، يعني اعمل لا. اعمل نفس لا 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 ما تعملش، ما تفيلش تاني خالص. لا بس هي طبعا 19 بقى. لا 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 ما تعملش 19، هي خلاص كده راحت فور شور راحت، بس ما تعملهاش بروسس، في حاجات كتير قوي متاخره. بس هو انا سؤالي ليه عملت امندد ريتيرن وحطيت بنتك على الريتيرن؟ صدقني انا ما اعرفش، ده هو اللي طلب مني كده. طب يا ريت تساله وتعرف، يعني يا ريت لما تروحوا لمحاسب تفهموا ايه اللي بيحصل، هل ده فايده ليك، هل ده حلو ليك؟ ما انت كنت لازم تعرف برضو، لان يعني احنا لما بنقرر ان الاولاد يبقى لوحدهم اكيد عشان ده فايده اكبر. لما تيجي بقى بتعمل امندد ريتيرن ده بياخد وقت اكتر وبيفتح اسئله كتير، فلو ملهوش لازمه ما كانش المفروض يتعمل. بس بنتك اكيد جالها ال 1200 صح؟ بالظبط. جالها. لو هو عمل امندد ريتيرن حط بنتك تاني على الريتيرن بتاعتك، بنتك لازم ترجع ال 1200 لان هي ما تستحقهاش. وانا جاني ال 1200 برضه، بس انت الاخرانيين دول ما جانيش برضه، يعني عشان ما احنا قلنا في اول الحلقه ال 1200 معتمدين على 18 او 19، يعني لو فيلت 18 جات لك عليها ال 1200، لكن ال 600 معتمده على 2019. فلو 2019 لسه مفتوحه زي ما انت بتقول ما جالكش رد عليها، فمش هيدوك ال 600 دلوقتي. يعني اعتقد انه هيبقى اسرع انك تاخدها من خلال ريفاند 2020 لما تفيل 2020. اوكي طيب شكرا. اوكي شكرا لحضرتك يا فندم. نعم. الاستاذ عماد، مساء الخير يا فندم. استاذ عماد. ايوه. سؤال حضرتك يا فندم. سؤال حضرتي، انا ما جانيش ال 1200 ولا ال 600، وطيرت 2018 و 2019، بس 2018 كنت مطير مع ابني، اما 2019 طيرت واحد. طب قدمت امتى ضرايب 2019؟ قدمتها في شهر 4. 4؟
ورق ولا ايه ولا الكترونيك يعني اللي عملها لك عملها ما اعرفش هو المحاسب اللي بعتها ما اعرفش قدمها ايه يعني انا رحت للمحاسب كل سنه بيقدم لي كده بس انا ما اعرفش هو بيقدمها يبعتها ورق او يبعتها الكمبيوتر ما اعرفش بالظبط يعني. طيب هي لو راحت كمبيوتر مفروض تجيلك يعني مش عارفه طبعا هي كده متاخره قوي لو راحت ورق هتتاخر يعني بس برضك متاخره قوي يا ريت تسال المحاسب تاني تخليه يشوف سالت المحاسب المحاسب مش عارف لغايه الوقت وبقول له الوقت احنا هنطير 2020 ايوه هنطير 2020 هل نضيف ال 1200 ونضيف ال 600 ما بص الاي ار اس هتفتح يوم 12/2 السنه دي اول مره متاخره قوي فلغايه يوم 12/2 وانت ورقك جاهز وهتقدم ضرايبك وما جالكش ال 600 هو هيعرف يجيبها لك في 2020 ال 600 وال 1200 وال 1200 لكن ال 600 لا لا وال 600 ال 1200 وال 600 لا هم بيقولوا ال 1200 هو بيقول للمحاسب ال 1200 دي نجيبها لك المره دي لكن ال 600 يقول لك السنه الجايه جاي لا هل ده صح؟ لا لا الاثنين هيجوا المره دي ال 1200 وال 600 هيجوا لما تقدم 2020 قول له انا سمعت في برنامج مدام ايناس بيقولوا كده ماشي طيب شكرا لحضرتك يا فندم الاستاذ فادي مساء الخير يا فندم استاذ فادي استاذ فادي ايوه سؤال حضرتك يا فندم ايوه نعم سؤال حضرتك يا فندم سؤالي دلوقتي انا عندي unemployment فلوس جات لي unemployment هدفع عليها taxes ولا لا؟ وسؤالي الثاني دلوقتي لو انا جالي EDD فلوس من الـ EDD هل ادفع عليها taxes ولا لا؟ سؤالي الثالث لا 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 طب واحد لا واحد واحد ثاني خليه يكمل ان هو السؤالين نفس السؤال طب نجاوب بس إيه نجاوب السؤالين الاولانيين ما هتلاقي التالت نفس السؤال الاي دي دي بالنسبه دي احنا قلناها في اول الحلقه هو بيقول لك انا جالي ان امبلويمنت هدفع عليها تاكس ولا لا جالي اي دي دي هدفع عليها تاكس ولا لا طيب دلوقتي احنا قلنا الكلام ده في اول الحلقه ان طبعا حكايه الضرايب بتحسب ازاي الان امبلويمنت والاي دي دي واحده هي هي ما هي الان امبلويمنت هي الاي دي دي فجالك سواء جالك ان امبلويمنت جالك اي دي دي هتدفع عليها ضرايب ده جبت السؤالين هما الاثنين واحد ايوه انا بيتهيألي هو قصده حاجه تاني بالسؤال التاني ان هو يدفع عليها ضرايب طب قول سؤالك ايه ان انت جالك ان امبلويمنت وجالك اي دي دي فهما الاثنين حاجه واحده صح؟ استاذ استاذ فادي سؤالك الثالث يا استاذ فادي استاذ فادي الثالث لو جالي فلوس بيتكوين البيتكوين هتدفع عليها تاكسز ولا لا؟ تدفع عليها تاكسز تدفع على البيتكوين تاكسز تدفع على الان امبلويمنت تاكسز وتدفع على الاي دي دي تاكسز طيب شكرا لحضرتك هتدفع على الثلاث اسئله شكرا لحضرتك مريم معانا مريم ايوه مساء الخير يا مريم سؤالك يا حبيبتي اوكي فنور سؤالك انا انا عندي سؤال انا كنت باخد unemployment من شهر 5 كنت باخد unemployment من شهر 5 لحد شهر 12 اللي هو ال 200 ونزل لي 600 وال 300 فدلوقتي جالي letter ان انا مش مستحقه ال 200 اللي كانت بتنزل لي فانا عملت ابيل بس لسه مش جالي الرد بتاعهم فالمفروض اعمل ضرايب عليهم ولا استنى انت جالك الليتر ان انت ترجعيهم باك ان انت تدفعيهم تاني ترجعي لهم الفلوس في الابيل بس ارجع ال 200 ما جابوش سيره ال 300 ولا 600 هو للاسف قالوا لي عشان انت كويس يور جوب فالنتيري فانت مش كواليفاي للفلوس دي ما هو انت طالما مش كواليفاي للستيت ان امبلويمنت يبقى انت ولا كواليفاي لل 600 ولا كواليفاي لل 300 فهما بيطلبوا بس الاماونت اللي جالي شامل المتنات شامل ايه يعني شامل المتنات اللي انا خدتها بس ولا 300 ولا 600 مظبوط
مظبوط، لان هي دي الستيت الاول بتقرر ان انت مش يعني مش مستحقه للان امبلويمنت، فبياخدوا فلوسهم، لكن الفلوس الباقيه دي جايه من الفيدرال، فهتلاقي بعدين هيبعتوا يطلبوا الفيدرال. فعايزه تبعتيهم كلهم مع بعض، ابعتيهم او انت عامله ابيل، استني الابيل شوف هيردوا يقولوا ايه. بس هما ليه قالوا لك ان انت مش كواليفايد؟ هو انا عشان انا قعدت بسبب الكورونا، هو ده اللي قعدتي من نفسك كدا. انت من نفسك قررتي تقعدي؟ وكمان بعديها على طول المحل قفل، فبعت لهم في الابيل كتبت كده برضو، بس لسه ما حدش رد عليا بقالي ما هي المشكله ما ده اللي احنا طلعنا نقوله من اول الان امبلويمنت، ما كانش ينفع تقعدي انت، لان هما بيتصلوا بالامبلوير بتاعك ويسالوه هي اللي قعدت ولا انت اللي قفلت ولا هو اللي ولا انت اللي قعدتها. اول ما هيقول ان انت اللي قعدتي لوحدك دي مش اكسبشن، كانت في الاول مش اكسبشن، ما بيردوش يدفع، مش من حقك الان امبلويمنت. بس هوبفلي يعني انا الابيل من حقي اعمل ضرايب ولا استنى الابيل؟ ما انت لو عملتي ضرايب هتعملي الضرايب على الان امبلويمنت اللي جات لك، لان جات لك ال 1099 جي صح؟ يس جات لي، انا دخلت وجبتها من الاكونت بتاعي. انا رايي تستني شويه شوفي الابيل هيعمل ايه، او لو انت مستعجله وعايزه تعملي الضرايب اعمليها، واني واي بعد ما يحصل الابيل لو هتدفعي او هترجع يعني لو ما رجعتيش الفلوس باك خلاص يبقى انت عملتي ضرايبك مظبوط. لو هترجعيها باك مش عارفه هيدوا لك الفورم، اكيد هتبقى بتاريخ السنه دي، يعني ممكن تاثر عليكي في السنه الجايه مش السنه دي، مش عارفه هيعملوا ايه. هل هيصلحوا لك ال 1099 جي بتاعه 2020 وتشيداوت؟ يعني ما اعتقدش ان هم هيعملوا كده. فهو قدم يعني مش اقعدي شويه، استني شويه كده كده حظك ان الاي ار اس هتفتح متاخر 12/2، فاقعدي شويه لغايه ما يردوا عليكي، وحاولي تكلميهم، حاولي تكلميهم. اكلم الامبلويمنت؟ كلمي الان امبلويمنت وشوفي الابيل بتاعك وصل لايه. طيب اوكي معك. انا عندي سؤال ثاني معلش. اتفضلي. انا عايشه يعني ماما وبابا بيقول لي في السنه في شهر او شهرين في السنه، فانا ينفع احطهم معايا في الضرايب ولا لا؟ لا ما ينفعش احطهم معايا؟ مش هتاخدي عليهم كريدت، لازم يكونوا هنا اكتر من 6 شهور. طيب شكرا يا ميرفت. شكرا يا مريم. وناخد معلش ميرفت، معانا مكالمات كتير يا جماعه، فمعلش وي هاف تو دو ات كويكلي يعني. ميرفت ميرفت ايوه مساء الخير يا ميرفت، سؤالك يا حبيبتي. انا عندي سؤالين، انا عندي بنتي وابني اكتر من 17 سنه ما رجعلهمش ولا ال 1200 ولا ال 600 طبعا، فهيفايلوا عادي مع باباهم زي كل سنه ومفيش حاجه هترجع لهم. والسؤال الثاني ابني في الكليه، فالكليه هتبعت له حاجه فورم اللي هي 1098، فهو اخذ فلوس طبعا من الفاصه، يعني رجعت له فلوس من الفاصه، فهو برده عادي يعني هيفايل مع باباه، وفي الحاله دي هترجع له فلوس مش هترجع له هيبقى عليه؟ لا هو طالما باباهم حطهم على الريترن مش هيرجع لهم فلوس. انا نفس الحاله صدقيني، عيالي معايا على الريترن مش هيرجع لهم فلوس، طالما اكتر من 17 سنه مش هيرجع له فلوس. ال 1098 تي دي حلوه قوي، بتديك وانتوا في الضرايب كريدت حلو جدا اب تو 2000 ونص، فمعلش انليس بقى لو هو اشتغل، الولد اشتغل وعنده انكم ممكن يفايل لوحده، بس برضو لا ما اشتغلش خلاص، لا يبقى خليه معاكم. وال 1098 تي هتديله فلوس كويسه لو انتوا دافعين فلوس وبتجيله، يبقى الفورم دي برضو هتنفعكم. معلش ما هو قصدك قانون، لازم نمشي على القانون. انا زيك صدقيني. طيب شكرا يا حبيبتي. الاستاذ روماني مساء الخير يا فندم. استاذ روماني ايوه مساء الخير يا فندم، سؤال حضرتك يا فندم. مساء النور. انا يعني قدمت على الضرايب في 2019 واستلمت. ايوه انا سامع حضرتك. سؤال كمل سؤالك يا فندم، كمل سؤالك اتفضل. تمام. انا قدمت على الضرايب في 2019 واستلمت الريفاند بتاع الستيت، بس الفيدرال ما استلمتهوش لغايه دلوقتي، وانا مقدم. اتفضل يا فندم سامعين حضرتك، كمل سؤالك من فضلك. وانا مقدم في فبراير 2019 ولغايه دلوقتي ما جاليش الريفاند، كلمت المحاسب قال لي مش عارف، حاول معاهم اونلاين تدخل تشوف الماي ريفاند، دخلت كذا مره
مش عارف اوصل لاي حاجه، حاولت اتواصل معاهم بالتليفون مش عارف. جالي جواب من حوالي شهر اكتوبر ان حصل تغيير في الريفاند، في زياده حوالي مبلغ بسيط على الريفاند اللي كان المفروض يرجع لي. بس لغايه دلوقتي ولا جات لي الفلوس ولا جات لي اي حاجه ولا جات لي سوت. بس قال لك يو ار انتايتل ان ريفاند، وقال لك المبلغ وحط والمبلغ زياده لان حط عليه انترست، يبقى خلاص هيجي لك. يعني كل اللي انا هعمله ان انا انتظر، ولا انا المفروض اعمل اكشن معين؟ مش جالك الليتر ده اللي بيقول لك يو ار انتايتل ان ريفاند كذا وزياده شويه عن الريفاند بتاعك الاصلي لان بيحطوا عليه انترست، يعني يقول زياده 100 200 مثلا؟ مظبوط. هو الفرق حوالي 50 دولار او حاجه كده. هي في الحدود دي. يبقى مظبوط، يبقى خلاص الريفاند ايشيود، خلاص هو طلع، بس استنى عليهم شويه بقى، اكيد هيطلعوا as soon as possible يعني. وانت بتقول جالك في شهر 10 الكلام ده؟ ما تخشش على الانترنت شايك على وير از ماي ريفاند، مش هتعمل لك حاجه، مش هتلاقي حاجه. لا انا كنت بعمل ده في 2019 بروسيسنج ريفاند بروسيسنج ومفيش اي نتيجه. لكن الجواب ده لما جالي دلوقتي يعني المفروض بعد الجواب ده ماكسيمم اربع شهور. بقى له اربع شهور. بقى له اربع شهور، انا استلمته من اربع شهور. طب لما تروح تعمل 2020 خلي المحاسب يكلمهم، انت مش هتعرف تكلمهم. انا ما انصحش ابدا ان الكلاينت يكلم الاي ار اس، ما هو المحاسب مش يعني اللي اتصرف انت بقى، يعني قال لي انت تعمل بقى، فمش عارف اعمل ايه. طب معلش استنى، مش عارفه اقول لك ايه، استنى شويه او حاول توصل لهم بقى، لان انا عارفه قوي صعب قوي انك توصل لهم وبالذات دلوقتي. طيب طيب هل ممكن يحصل مشكله انه الريفاند ده يتقفل او ما يرجعش؟ لا 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 لا، ما يضيعش موضوع مساله وقت. لا هو مساله وقت، لا والريفاند هيجي لك، وبالذات الجواب ده حاجه حلوه، ده في ناس ما جالهاش حاجه رد خالص، يعني كويس ان هم ردوا عليك وقالوا لك وي ايشيو ذا ريفاند خلاص وحطوا الانترست كمان. انت بتاخده ازاي؟ في البنك ولا تشيك؟ دايركت ديبوزيت. دايركت ديبوزيت، وانا استلمت بتاع الستيت لنفس السنه بعدها باسبوعين. خلاص تابع البنك كده بس اي بليف ان هو لو اتاخر قوي كده ممكن يجي لك از تشيك، فخلي بالك من البوسطه. از ايه؟ تشيك. تشيك؟ هيجي لك تشيك، فخلي بالك بقى من الميل بتاعك. طيب. طيب وطبعا ال 600 دولار يعني اتاخرت بسبب نفس المشكله، بسبب لان زي ما قلنا بالظبط 600 الثانيه، لان 2019 هي اللي بتدي ال 600 وال 2019 ما خلصتش، فعشان كده 600 ما طلعتش. لما تفايل 2020 هيجيبوها لك. طيب شكرا لحضرتك يا فندم. ومريم معانا، واللي بيسال عن نمره الاستاذه داليا على الفيسبوك يكلم قناه لوجوز، واحنا عندنا نمره الاستاذه داليا ياخدها ويكلم. مريم معانا. الو، مساء الخير. مساء الخير يا ماري. اوكي انا عندي سؤال، انا من متابعتي يعني فهمت ان هي وردت مدام داليا على كذا حاجه، بس برضو عايزه اتاكد. احنا واحنا بنفايل التاكسز بتاعنا، انا عندي ولادي برضو فوق ال 17، فلما كان في المبالغ اللي هي كانت ريتيرن 1200 و600 بسبب السن والدخل، فما كانش في يعني اي ريفاند ليهم، which is يعني expected. بس انا ابني جاله unemployment اللي هي الفتره الاخيره دي، فبعتوا له ورق ان هو يعني يعمل التاكسز بتاعته. فانا سؤالي هل يفضل ان هو يعمل لوحده ونشيله من ضرايبنا، ما يبقاش يعني dependent معانا ويبقى هو لوحده؟ ولو هو فايل لوحده هل يرجع له ال 1200 و600 باثر رجعي، ولا مش هيستفاد بيها خلاص؟ That's a good question. لو عمل كده نقدر نرجعه باك معانا، ولا ايه وضعه هو يعني نعمل معاه ايه؟ اوكي، هو وضعه هو لو فايل لوحده هيرجع له ال 1200 و600 وكل حاجه، اوكي؟ لكن وضعك انت بقى تحطيه معاك او تشيلوه من عندكم، انا ما اقدرش ارد على السؤال ده، لازم المحاسب يشوف هل معاكم مديكم مور بينيفيت، وغير كده الانكم بتاعه كام؟ ما هو برضه ما تجيش تقولي لي ان هو عمل طول السنه 25000 دولار وعايزه تحطيه معاكي على الريتيرن، ما انت لازم تدفعي اكتر من 50% من السبورت بتاعه عشان تكليم هيم ان يور ريتيرن، لازم تدفعي له اكتر من 50% من السبورت. فواحد جايب 25000، هل انت بتدفعي له اكتر من ال 50% بتاعه؟ فطبعا باين قوي ان هو فانا انا حكايه تحطيه او تشيليه دي المحاسب اللي يرد عليها، اللي بيعمل لك ضرايب. يعني لازم انا اشوف ورقك واشوف الانكم بتاعك كام وبتاع ابنك كام، ولو شلته من عندك هتتضري قد ايه. طب ما يمكن لو شلته من عندك الريفاند بتاعك يقل 3000، هل انت هتوافقي تضحي ب 3 عشان يجي له 1800؟ ف
فانا ده ما اقدرش. هو انا عارفه ان المفروض ان كل طفل بيبقى زي $500 كريديت، ده اللي انا فاهماه حبيبتي. في الوقت المبلغ اللي رجع له ده بتاع الان امبلويمنت بس تقريبا، لا يعني اللي هو هيعمل عليه تاكسز هو جاست ان امبلويمنت ماني. طب ليه هو ما اشتغلش قبل الان امبلويمنت؟ قبل الان امبلويمنت كان اشتغل عشان كده رجع له ان امبلويمنت، بس السنه اللي فاتت اللي هي قدم على اساس الان امبلويمنت هو قاله if you worked for the last 18 months فهو كان قدم عليها فرجع له الان امبلويمنت، بس السنه اللي فاتت نفسها ما كانش في يعني شغل، كان اوريدي وقف بسبب كورونا. انا هو بيشتغل انا بتكلم على 2020 صح؟ انت بتتكلمي على 2020 ولا ايه السنه اللي فاتت اللي هي سنه يا سنه 2020؟ يعني احنا لما نقدم ما اشتغلش في 1 و2 و3 ما اشتغلش 1 2 3 هو اشتغل 1 2 3 اوكي سليم. اوكي طب انا رديت على اسئلتك، يعني هو لو فايل لوحده هيجي له ال 1200 وهيجي له 600، تشيليه بقى او تسيبيه عندك؟ لا ده اللي انت بتقوليه مش صح، ومش بس بيديكي 500، انت لو بتاخدي الاي اي تي سي هو بيديكي فيها فلوس، فانا ما اقدرش اقول غير لما يعني احسن واحد هيبقى اللي بيعمل لك الضرايب، لان لازم يشوف الارقام، لازم يشوف ارقامك. انا ما اقدرش اقول لك شيليه احسن او سيبيه احسن، لازم اكون هو لو طلع يقدر يرجع تاني؟ يعني ممكن يروح يطلع في سنه ويرجع تاني ولا لما بتطلعيه؟ طبعا لو السيتويشن اتغيرت خلاص. السيتويشن اتغيرت، هو ما عندوش انكم، مش شغال، انتوا بتصرفوا عليه، رجعتوا تصرفوا عليه، هو جاله انكم الان امبلويمنت ابتدى يصرف على نفسه وفايل لوحده. طبعا الضرايب بتاخد وتدي، يعني مش هو خلاص شلتيه يبقى ما ترجعهوش تاني، لا هترجعيه. طيب شكرا. لو حالتك لو حالتك قانونيا ينفع ترجعيه هترجعيه. شكرا يا مريم وناخد شكرا حبيبتي. ثانك يو. ميرفت مساء الخير. بنت الرب. بنت مساء الخير يا بنت الرب. مساء النور. سؤالك يا حبيبتي. استاذه ايمان. معاكي يا حبيبتي. اهلا وسهلا بحضرتك، ميرسي جدا تعاكم، ربنا يعوض تعاكم خير يا رب. ميرسي يا حبيبتي، البركه في الاستاذه داليا بقى. ربنا يخليكي، البركه فيكي. ميرسي خالص يا استاذه داليا، ربنا يعوضك كل خير. انا كان ليا سؤالين عند حضرتك بس بعد اذنك. اتفضلي. السؤال الاول، انا كانت ماما انا كنت ضايفاها في 2019 معايا، وعارفه ان هي مش هينزل لها 1200 ولا 600، في وهي ما عندهاش انكم خالص، ماما ست كبيره وعايشه لوحدها وانا بديها كل شهر مبلغ صغير عشان تقدر تدفع ايجارها ومصاريفها الشخصيه. اوكي. فهل هي ليها ضرايب اقدر اعملها لها عشان يرجع لها ال 1000؟ ما بيجيلهاش سوشيال سيكيورتي بنفيت ولا اي حاجه؟ اعملها لها؟ ما بيجيلهاش سوشيال سيكيورتي بنفيت؟ ما بيجيلهاش اي انكم؟ ما بيجيلهاش اي انكم من اي حته، هي لسه ما خدتش الجنسيه ومش عارفين هي بس بتاخد الفتستان بس. وانت حطاها ضرايب 2019؟ بس انا مش هحطها في 2020. هي ماما مش هتفيدك قوي في يعني ماما بقى يعني الاب او الام بيفيدوا بس ب $500 انليس ان هو بيغير حالتك من سنجل لهيد اوف هاوس هولد، في الحكايه دي طبعا بيفيد جامد قوي، لكن هما بيفيدوا ب $500 بس. فطبعا هي مش هتقدر دلوقتي تعمل حاجه، كان المفروض نعمل لها النون فايلر اللي فاتت دي، بس يمكن تفتح تاني او استنوا كده شهر يمكن نعرف اخبار تانية ونيجي نقولها، او يعني يعني ممكن حتى تاخدي رقمي ويبقى كلميني كده في اخر شهر 2 نشوف ايه اللي حصل واقول لك تعملي ايه لو في اخبار. بس انا مارد، انا مش سنجل، انا مارد. يبقى مامتك ما بتديكيش غير $500. لو انت مارد مامتك مش بتديكي اي كريدت غير $500 ومش كاش، ده بيتخصم من الضرايب يعني مش ريفاندبل. ف تمام. يعني يا ريت السنه دي ممكن بقى تستني ما تحطيهاش، ممكن بعد كده تعملي امندد وتحطيها عشان لو حاجه طلعت هي تستفيد بالفلوس. اي لو حاجه طلعت، لكن اللي فات ده لا، ما هيجيلها اللي فات. لو حاجه طلعت، لو طلعوا لنا بروجرام نعمل للناس دي، ده قصدي لو حاجه طلعت او قالوا لنا حل، يعني لو قالوا لنا ما عندهاش انكم خالص عشان يرجع لها اي حاجه من الفلوس. اي احنا بقى مستنيين حل الاي ار اس يقولوا لنا نعمل ايه للناس دي، لان هم عملوا السيستم الجبار اللي اسمه النان فايلر اللي فات ده واتقفل في شهر 11، فاحنا مش عارفين دلوقتي هل عايزيننا نعمل انفورميشن ريتيرن ولا هيفتحوا السيستم تاني، فلازم نستنى. بس مش هيضيع عليها الفلوس
بس انا بقول يعني رايي احسن ما تحطهاش معاكي السنه دي واستني شويه. لا مش هحطها وهستنى شويه، ممكن تكون حاجه اتغيرت. أيوه. انا السؤال الثاني عشان ما اقطعش حضرتك. اتفضل. انا كنت انا عندي بيت شاريه من 2019 8/2019. اوكي. وانا بصراحه مش اول مره احط له، انا بس اخدت من المركش ورقه الضرايب بس للبيت السنه دي والسنه اللي فاتت. 1098. في اي ورق تاني بجيبه من المركش عشان احطه في الضرايب ولا هي بس ورقه الضرايب دي؟ لا هي 1098 اللي بيبعتها لك اللندر اللي اداكي القرض المورجج. فبيديكي فورم اسمها 1098 دي بتاخديها معاكي، هي فيها المورجج انترست وغالبا بيبقى فيها البروبرتي تاكس اللي اتدفعت، لا اما لو مش موجوده فيها هتضطري لو انت بتدفعي البروبرتي تاكس سيبريت هتاخدي له الورقه بتاعه البروبرتي تاكس، بس يعني معظم الوقت بتبقى موجوده في 1098 فمش محتاجه تاخدي حاجه، هي دي بس للبيت. حاجه ثانيه اخدها للبيت؟ لا للبيت الفورم دي بس ال 1098. طيب السؤال معلش انا اسفه، انا كنت انا بس على المركش لحد شهر 4 وبعدين اتوقف. يعني هم ادونا اوبشن ان احنا ما ندفعش. حضرتك انا كده دفعت بس حوالي 4 شهور في المركش، حضرتك بترجحي لي اخد الستاندر ولا ده بيبقى على حسب؟ انا باخد امبلويمنت دلوقتي. ما هو لا انا مش هرجح اللي هيعمل الضرايب اللي يرجح، لان طبعا من اللي انت بتقوليه اي ثينك ان ال 24000 انت متجوزه قلتي 24800 اي ثينك هيبقى اكتر بكتير من المورجج انترست، ولو حطيتي دونيشن هو بيحسبها بقى بيشوف انهي اكتر ويديكي الافيد ليكي. اوكي تمام، انا متشكره جدا. ربنا معاكي. ربنا يعوضكم كلكم. شكرا لحضرتك يا فندم. معانا سهام. سهام سهام لو توطي التلفزيون من فضلك. الو مين معانا يا فندم؟ انا مينا. اهلا يا استاذ مينا، توطي التلفزيون من فضلك يا استاذ مينا. حاضر. طيب شكرا لحضرتك يا فندم. سؤال حضرتك ايه؟ مساء الخير كل سنه طيبين. وحضرتك طيب. انا بس كان ليا سؤالين. اولا انا فاتح شركه LLC، فهل انا كنت لسه فاتحها من سنه، فكنت بطلع شيكات طبعا لنفسي او شيكات مثلا بروفيت تحت جارانتي بيمنت، فهل دوت صح اللي كنت بعمله السنه اللي فاتت ولا غلط، بحيث ان انا ما كانش ينفع يطلع لي اي W2 طبعا او 1099 يعني المفروض اطلع لي اخر السنه Q1. هي ال LLC دي في كاليفورنيا؟ ام سوري انت في كاليفورنيا؟ لا انا في جيرسي. جيرسي وانت الاونلي ممبر بتاع ال LLC؟ لا انا معايا نظر 1. يعني بيطلع لكم انتوا كلكم K1 والكلام ده بالظبط، يعني انا بيطلع لي K1 وهو بيطلع له K1 بس. هو حكايه صح ولا مش صح دي المحاسب هو اللي يقول لك، مش انت معاك محاسب اكيد. ال ال سي ما بتعملهاش لنفسك، فاكيد لا المحاسب. لا لا ال سي بس احنا اللي هل فعلا ما كانش ينفع يطلع لي حاجه يطلع لي دبليو 2 او 1099 كان لازم فعلا يطلع كي 1. هي طبعا ال ال سي بتطلع كي 1 بس هل ما ينفعش يطلع لك دبليو 2؟ دي اسال المحاسب اللي هو اسس الشركه، لان هو عارف عارف اتاسست ازاي ومن حقها تطلع دبليو 2 ولا لا. ده انا مش هقدر مش هعرف ارد عليه. تمام طيب لازم المحاسب بتاعك معلش. هو دلوقتي لما بيجي انا بدي الورق بتاعي للمحاسب وهو شغال بتاع ده، هل انا ببقى ريسبونسبل لو اي حاجه غلط حصلت ولا الاكونتنج بتاعي ولا؟ اقول لك ما تزعلش انت. لا مش انا. انت طبعا أنا. طبعا طبعا انا لما ببني الريتيرن انا عليا مسؤوليه بس از توتال انفورميشن دي انت بتمضي ان انت مدهاني وسليمه، وانا طبعا المفروض ان انا بمضي ان انا شفت واتاكدت ان انا الريتيرن دي سليمه، بس هم لما بيرجعوا عليك انت، مش هيرجعوا يقولوا لي انا ادفع لنا كذا، بيبعتوا لك انت ويقولوا لك انت. ما هي المشكله ان بتبقى اوراق كتير بتطبع
ومحدش فاهم. لا مفيش تقرا، مش هتقرا الريترن كلها اوريدي. كده كده انت بتمضي بس مش فاهم يعني، مش عارفه في ارقام ممكن مثلا يعني. بص هقول لك يعني، هو لما بيخلص الريترن انا معاه، انا معاك طبعا مش هتذاكره ضرايب، بس انت هو لما بيخلص الريترن بيقول لك ادي الانكم بتاعك، ادي الاكسبنس بتاعتك، ادي ضرايب اللي عليك، دفعت كذا هيرجع لك كذا، هتدفع كذا هيجي لك كذا، بيفهمك. تمام. ولازم تسال، لازم تسال، مش فاهم ما تمضيش، لازم أيه. تفهم وتكون مقتنع، لان في الاخر انا بمضي على كلامك بالظبط. اه فانت المسؤول. ربنا يستر. ربنا معاك. ميرسي لحضراتكم. شكرا لحضرتك يا فن. شكرا لحضرتك. الاستاذ جورج، مساء الخير يا فن. مساء الخير. سؤال حضرتك يا فن. انا جورج، سؤالي عن، انا بعت تاكس ريتيرن الكترونيك في شهر يونيو اللي فات 2019، ولغايه دلوقتي ما وصلليش التاكس ريتيرن. 2020 قصدك صح؟ يعني بعت التاكس ريتيرن بتاع 2019 او بعتها يونيو 2020. يونيو 2020 بعتها الكترونيك. بعتها الكترونيك ولسه ما جالاش. جالاش لسه ما جاليش، وما بعد وصلني جواب. أيوة. انا يعني اتصلت ما وصلليش. فقالوا لي ان هو في ناقص فورما بتاعت ال 1095A. اوكي، عملت ايه بقى انت؟ بعت فاكس. يعني عملت بعت الفورما فاكس؟ بعت 1095A مع فورم 8962 بالظبط، بعت الاثنين فاكس؟ بعت الاثنين فاكس. يعني المحاسب عملها لك صح؟ لا انا كنت عامل التاكس ريتيرن اونلاين. انت كنت عاملها لنفسك. طب وانت عملت الريكنسليشن صح اكيد؟ هو بس الويب سايت كان بروفايدد باي ذا اي ار اس، الويب سايت نفسه ما خلانيش املا الفورم دي. ايوه صح، فدي المشكله اللي حصل، الويب سايت نفسه ما خلانيش املا الفورم. طب غير الريفند بتاعك، هيرجع لك فلوس ولا هتدفع فلوس؟ هو المفروض يقلل الريفاند، المفروض يرجع لي فلوس. قلل، بس انت اوريدي ما كانش جاي لك ريفاند. انا اوريدي ما كانش جاي لي ريفاند، بس هو المفروض ان هو الاي ار اس يبعتوا لي ريفاند. كلمتهم كذا مره، واضح ان هم ما بصوش على الفاكسز خالص. لسه هم دلوقتي يعني بقى لي 7 مرات اكلمهم، كل شويه يقولوا لي ان هم زي كانوا يعني سبيد ات اب، بس ما فيش اي رد. ما انا احنا لسه قايلين هم لغايه دلوقتي في شهر 4، انت في 7، استنى شويه، لسه شويه من شهر. من شهر 6 هم دلوقتي شغالين في جوابات شهر 4. انا لسه من يومين كنت بتصل وقالوا ان احنا يا دوبك اهو ابتدينا هنخلص شهر 4، فاستنى شويه. بس ده كان مبعوت الكترونيك ودايركت ديبوزيت. لا الفاكس، انت بعت الريترن الالكترونيك اتشالت على جنب عشان ناقصه 1095 والريكنسليشن بتاعها. اول ما بعته بقى انت بعته في شهر 7، استنى بقى شويه ماشي. هو المفروض طبعا يعني اتس تو ماتش يعني، بس ما فيش حل، استنى ما فيش حل. اوكي يعني، بس انا مش متاكد ان هو وصل لهم ولا لا، لان هم لسه لغايه دلوقتي ما بصش. مش انت خدت الريسيت بتاع الفاكس قال لك سنت خلاص؟ اوكي المفروض بس انا يعني عملت يعني احتياطي وبعته تاني من شهر تقريبا. بعته تاني بميل ولا فاكس؟ فاكس برضه. اوكي، بس انا ما انصحكش انك تعمل كده تاني، عشان ده بيعمل كونفيوز ويفتكروا ان في فراد بيحصل على الاكونت لما بنبعت الحاجه اكتر من مره، بيقولوا لا ستوب بقى وخلوها على جنب، عشان كده في حد تاني بيحاول يسرق حاجه. فانا ما انصحش حد ابدا يبعت للاي ار اس الحاجه مرتين، هي مره. نعم يعني بعت صوره الفاكس الاولاني بحيث ان هو بعت يعني الرسيد بتاعه مع الجديد، بعت ان هو ده السكند فاكس بيها. لما تيجي تفايل 2020 ممكن المحاسب بتاعك يتصل ويتاكد انها بروسيسد ولا لا، او معلش استنى شويه. بس انت كده صح، انت كده عملت الصح. انا مش عارف اوصل لهم الصراحه، فمش عارف اعمل ايه. هو هيعرف يوصل له، انت مش انت بتعمل لنفسك قلت لي. انا بعمل لنفسي، ما كانش معايا محاسب. معلش يبقى استنى شويه. اوكي طيب، شكرا يا فن. يعني ملهاش حل غير انت. لا ملهاش حل، ملهاش حل غير انك توصل لهم في التليفون او تستنى بقى، بس طيب. ما تبعتش حاجه تاني. شكرا لحضرتك يا فندم. معانا ماري. ماري معانا؟
ايوه مع حضرتك. اتفضلي يا ميري، سؤالك يا حبيبتي. يا ريت توطي التلفزيون يا ميري من فضلك. يا ريت كل اللي كلمنا يا جماعه بليز وطوا التلفزيون عشان الوقت بيعمل. ايوه مع حضرتك. مش انتوا بتبقوش سامعيننا واحنا مش سامعينكم، فيا ريت التليفون يبقى واطي، التلفزيون يبقى واطي. معلش انا اسفه خالص. لا حبيبتي مفيش حاجه، اتفضلي حبيبتي. انا كان عندي سؤال. انا كنت عامله الان امبلويمنت وجا واخدته السنه اللي فاتت اللي هو 2020. وكان في حد بيقول ان الضرايب، انا عندي طفل حاليا بس جوزي لسه في مصر. كان في حد قال ان الضرايب للطفل تقريبا 3584 او حاجه زي كده، بس ده لو كان الطفل الواحد. ايوه ايوه طيب اوكي، ده اللي اتقال فعلا. طب احنا انت اتفرجتيش علينا من اول الحلقه وقلنا ما تسمعوش كلام السوشيال ميديا حتى للاسف. للاسف انا اسفه جدا ان اقول كده، حتى لو بيقول على نفسه محاسب لازم يبقى معاه لايسنس. يعني انا بقول لك بقى، يعني بما ان الموضوع انتشر قوي، ما تاخدوش الكلام غير من سي بي اي او انرولد ايجنت او حد فعلا موثوق منه ومعاه شهاده تعب عشان يتعلمها وياخدها ويقول كلام. لكن في ناس كتير بتعمل ضرايب وهي مش فاهمه الضرايب، فالكلام اللي اتقال ده حد مش فاهم، لان ما فيش الكلام اللي انت بتقوليه ده. ال 3500 للطفل ده، ده كريدت واتكلمنا عليه في الاول، وليه ليميت وليه انكم، فلا الكلام ده مش مظبوط. فيا ريت يا ريت يا ريت ما تسمعوش كلام السوشيال ميديا. اوكي طيب. طب انا ابني اتولد في شهر 6 يعني جون 2020. اوكي ولسه ما اخدش ولا ال 1200 ولا ال 600، هل ليه الحق ان هو ياخدهم؟ مش انت لو انا لما فايل الضرايب؟ اه طبعا لما تفيلي هيجي له ال 500 وال 600 مش ال 1200، يعني على اساس ان هو طفل. اه اوكي طيب شكرا ليكي يا حبيبتي. شكرا ليكي. امال مساء الخير يا امال. الو مساء الخير يا امال. أرجوكي وطي التلفزيون يا أمال من فضلك. خلينا نقول أرقام الفلوس اللي طلعت دي اللي اتقالت عشان الناس تفهم هي إيه. ما احنا قلناها في أول حلقة بس عشان يعني ممكن يحضروها. يا جماعة اللي عايز يعرف حكاية الأطفال والكريدت والحاجات دي يحضر أول حلقة، هيلاقي كل المعلومات دي. احنا مش عايزين نعيدها تاني طبعا عشان المكالمات. أمال. أيوه. سؤالك إيه يا أمال؟ أيوه. سؤالك حبيبي. مساء الخير عليك. مساء النور. مساء الخير عليكم وربنا يبارك في خدمتكم يا رب. ميرسي يا حبيبتي. طيب بقول لحضرتك، انا من شهر مارس اللي فات باخد ان امبلويمنت لغايه 24 ديسمبر. يعني كان كل حاجه ماشيه سليمه من 24 ديسمبر لغايه دلوقتي. بكل اسبوع انا بعمل يعني اونلاين وبيفتح معايا، ولغايه دلوقتي يعني داخله في شهر اهو ما جاليش ولا حاجه. تعملي سيرتيفاي؟ فتح لك السيرتيفاي خلاص؟ اه بس انا الفلوس مش بتجيلي. حاولت ان انا كذا يوم اكلمهم مكتوب عليها بيندنج؟ يقول لي هاي بالي فاليوم ومش أوكي. قادره. اوكي مكتوب عليها بيندنج، الفلوس مكتوب بيندنج. انا بص بيفتح معايا عادي لغايه انوال، لغايه بيجي في الاخر بيديني الرقم اللي انا عملت زي كل مره عادي، يعني زي المرات اللي فاتت. مظبوط. بس الفلوس من 24 ديسمبر لغايه دلوقتي ما فيش، عارفه محطوطه بيندنج في الهيستوري بتاعك صح؟ اه هتنزل استنوا بس شويه هتنزل كده. انت شغاله كويس والبروجرام شغال حلو معاكي وفتح وعملت السيرتيفاي، خليكي بس استني والفلوس مره واحده هتلاقيها نزلت في الحساب. طب كنت عايزه اسال، هم اللي دلوقتي عاملين اكستندد لغايه يعني قد ايه؟ يعني كم شهر هم هيدوا الكلام؟ لغايه شهر ثلاثه، لغايه شهر ثلاثه. وفي اخبار مش عارفين لسه لو هيمدوها تاني. اوكي؟ لغايه شهر ثلاثه. طب معلش كمان سؤال، بالنسبه للامبلويمنت لسنه 20، هل هم لغايه دلوقتي هم ما بعتليش يعني كام الاستمارة عشان افايل لسنه 20؟ انت في ولاية ايه؟ هيبعتوها ايه باي ميل دي ولا انت إيه؟ ولاية ايه؟ ولاية ايه؟ ها؟ انت في ولاية ايه؟ اوهايو. اوهايو؟
لو دخلتي على الويب سايت هتلاقي 1099G هتلاقيها جوه الويب سايت. لو ما لقيتهاش يبقى هتجيلك على الميل. استني شويه لغايه يوم 31/1 كل الورق هيكون وصل باذن ربنا معاهم ل 31/1 لسه يومين كمان. يعني ممكن يجيني باي ميل؟ ممكن تجيلك باي ميل بس هي فور شور دلوقتي على الويب سايت. طب خلاص انا ممكن. طب نشوف انا على الويب سايت عشان عايز اعمل برنامج. ربنا معاكي. طيب متشكره جدا. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. طيب هناخد اخر مكالمة. بنت الرب. بنت الرب. يا بنت الرب وطي التلفزيون من فضلك. وطي التلفزيون يا بنت الرب من فضلك. ما عشان التلفزيون والع. وطي التلفزيون وانت تسمعينا صدقيني. تفضلي حبيبتي سؤالك ايه؟ بتقولي ايه بقى؟ ما هو لو وطيتي تلفزيون هتسمعينا. خلاص اما انا سامعاه. انت تلفزيون مولع عندي. وطيها على سؤالك ايه؟ مساء الخير. مساء النور يا حبيبتي. مساء الخير. مساء النور. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. ازيك يا حبيبتي؟ سؤالك يا حبيبتي، سؤالك ايه؟ هي بس بتسلم علينا. طيب معلش هناخد المكالمه اللي قالوا لي اللي فيه مكالمه لسه. ابن الرب معانا؟ ابن الرب. الو. مساء الخير يا فندم، سؤال حضرتك. ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ عندي بس سؤالين بعد اذنك. اتفضلي يا فندم. اول سؤال، انا كنت باخد ان امبلايمنت طول السنه اللي فاتت طبعا، بس كنت بسال الان امبلايمنت هيأثر على لو انا عايز لون لشراء بيت ولا لا؟ لا ده مش سؤال ليا، ده سؤال للون اوفيسر بقى بتاع انا ما بجاوبش حاجه مش تبعي. ده تبع اللون اوفيسر. السؤال بيعمل لك اللون. السؤال الثاني لو سمحت. السؤال الثاني حضرتك، لو انا بعمل دونيشن هل لازم انا اقدم مستند بالدونيشن اللي انا اديته لاي جهه خيريه من حاجات من الجهات ديت؟ ما انت بتطلب منهم الوصل بيديهولك، يعني ما حدش بيقول لا منهم. اطلب منهم الوصل عشان تبقى في السيف سايد. شكرا. طيب شكرا لحضرتك. وطب معلش مكالمة كمان عشان بيقولي في ناس على الخطوط. منى ممكن نقعد لغايه ما المطر تخلص. لا ده بكره لحد بكره. لا لا كفايه. يا منى مساء الخير. يا منى مساء النور حضرتك، كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيبه حبيبتي. طيبه. انا عندي سؤال استاذه داليا. اتفضلي. انا بدرس في الكليه وكنت بشتغل بارت تايم لايك 3 اور في الكولج في الداي كير، ومن الاذر سايد انا بشتغل انذر جوب اي اس 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 فور ماي تو بيرنت. ذيس از نوت ا فول تايم جوب. الكليه يعني الشغل ماشيه كل الستودنت وركر ان اخر مره يدفعوا لنا في جولاي. فانا بيقولوا لي في ناس بتقول لي من حقي ان انا افايل انبلويمنت، وفي ناس بتقول لي مش من حقي لان انا عندي انذر جوب. عندك انذر جوب. ممكن اسالك انت في ولايه ايه الاول؟ كاليفورنيا. كاليفورنيا. اوكي طيب، هو طبعا نسبه ان هم يوافقوا عليكي قليله قوي، ضعيفه قوي، وخصوصا لو انت بتاخدي انكم من الاي اتش اس اس بتاع باباكي ومامتك اكتر من الويكلي بنفيت اللي هتطلع لك من الاستيت. فالماكسيمم بنفيت بتطلعها كاليفورنيا 450، فممكن تحسبيها كده. بس انا طبعا حاسه ان انت ما اشتغلتيش كتير لان الاي اتش اس اس ما بيديكيش اي دي دي. فلو دخلتي وعملتي البنفيت، لو انت بتشتغلي 3 اورز بس في الكولج حبيبتي، فمش هيبقى عامل لك اي دي دي كتير. فلو ليتس سي يعني لو بتاخدي اكتر من 250 في الاسبوع لبابا وماما، بتاخدي بالمبلغ ده تقريبا. يبقى مش ما ينفعش تقدمي. ما ينفعش، مش من حقي. لا لان عندك انكم تاني، وهو ده المفروض ان ده الانكم الاكبر. فا if you lose 3 hours a week ده it's not a big deal. That's why. ماشي معلش. Thank you. ميرسي خالص على الحلقة. You're welcome حبيبتي. You're welcome.
أستاذة داليا، تحبي تقولي أي حاجة قبل ما نقفل؟ أنا؟ أي نصيحة تانية؟ أي نصيحة؟ أنا بقول السنة دي سنة مهمة جدا جدا. الناس اللي بتعمل لوحدها بلاش تعمل لوحدها السنة دي، مش عشان بس الريترن، علشان الفولو أب زي ما قلنا. وبليز ما تسمعوش كلام السوشيال ميديا، روحوا لحد موثوق منه، حد عارف ضرايب فعلا. ومش عارفة أقول إيه، يعني الناس اللي ما جالهاش الريفند لازم وهي بتعمل 2020 تخلي المحاسب يتصل ويشوف حكاية الريفند بتاع 2019 فين لغاية دلوقتي. الناس اللي ما جالهاش 1200 وال600 هيجي لها لما تفايل 2020. ولو حد عنده أي سؤال نمرتي في القناة يكلموني، أنا تحت أمر مشاهدين القناة. جميل، ميرسي خالص خالص خالص، ربنا يباركك ويبارك بجد على المجهود الجبار ده. ميرسي، بدا البركه فيكي، وانا عارفه بقى الدنيا بتمطر بترخ وترخ بره، ربنا يستر. ربنا معاكي وانت سايقه. صلوا لنا بقى واحنا مروحين. صلوا لنا، ربنا يستر يا رب. ميرسي خالص، وان شاء الله نبقى نشوفك معانا قريب في حلقه جديده. وثانك يو لقناه لوجوس. ميرسي، ثانك يو فيري ماتش. ثانك يو. اعزائنا المشاهدين، جينا لنهايه الحلقه، وطبعا سمعنا الوصايا العشرة اللي قالتهم الاستاذه داليا. اهم حاجه يا جماعه، انا عارفه ان في ناس كتيره قوي قوي بتطلع السوشيال ميديا وتقعد تقول كلام، احتمال هم فاكرين ان ده صح، يعني ما حدش عارف. لكن اهم حاجه طبعا انت تدور على يعني حد موثوق منه، زي ما الاستاذه داليا قالت، يا اما سي بي اي، يا اما انرولد ايجنت، محاسب مع لايسنس، يعني لازم يكون حد بروفيشنال وعارف هو بيقول ايه، عشان بتعمل لخبطه وانتوا بتبقوا متلخبطين وعايزين تصلحوا في الاوراق بتاعتكم، يعني بتعمل مشاكل. والواحد الحقيقه يعني في غنى عن المشاكل دي، الدنيا كلها مشاكل، واحنا بنحاول نقلل المشاكل as much as we can. ان شاء الله الحلقه دي هتتعرض بكره، بكره الجمعه الساعه 10 الصبح باسيفيك تايم او كاليفورنيا تايم. واقول لكم ان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده من برنامج مش لوحدك. اذكرونا دايما في صلواتكم، والى اللقاء. مش لوحدك.